هنا ارسم معاكم برضو سريعا كده الحاجات اللي انتوا شفتوها. تمام، طيب اول حاجه انت عشان ترسم الفيجن بتاعك هتحتاج ترسم المين جردر، فانت سهله دي، هتيجي تشوف كده الدبس بتاعها قد ايه. دي اول خط، ده بيمثل الخط الخارجي الاوتر بتاعه، وبعد كده الخط التاني بيمثل الفلانج بتاعتك فين، اللي هي الفلانج تخانه الفلانج الابر، وتيجي تحت كده تقيس بقى الاتش ويب وتشوف الخط التحتاني هيبقى فين بالظبط. هنا مثلا طلع، والخط التخانه بتاعته هنا. خلينا بس نمد شويه الكاميرا عشان ايه احنا ما نزنقش. خلينا ايه نمدهم كده. فتيجي اول حاجه سهل ترسم الاربع خطوط بتوع المين جردر. طيب بعد كده تيجي تقفل الكاميرا بتاعتك، ما هي اكيد يعني الكاميرا دي مش من لا نهايه، انت هتدرسها من ناحيه السبورت. طيب السبورت عندنا بيبان ازاي؟ زي ما احنا قلنا ده لسه يمكن دكتور احمد هتلاقيه بيقوله في اخر محاضره ولا حاجه في الترم البيرنج، فانت سيب كده 30 سنتي عندك في الحقيقه، وبنيجي نحط ايه السبورت بتاعنا. ممكن حتى ترسمه از انديكيشن كده، ايه عادي سبورت مثلث كده عادي از هنج سبورت. يعني المسافه دي اللي احنا كنا بنسيبها في اللي اوت، اللي احنا كنا بنقول من تقريبا من 30 سنتي ل 50 سنتي. طبعا ده في الحقيقه انت ترسمها بسكيل 1 ل 10 يعني 3 سنتي 5 سنتي بالكتير يعني. طيب بعد كده ممكن نبتدي نحط اماكن الكروس جيردرز. الكروس جيردرز دي عباره عن ايه؟ عباره عن اي سيكشن. تمام، هنيجي نرسم هنا ايه اي سيكشن. طيب الاي سيكشن ديت هتبان ازاي؟ ماشي، هنيجي هنا بقى. طبعا ده لو ديك بريدج فالناس كلها هترسم الكروس جيردر بتاعتها فين؟ فوق. ده الفلانج بتاعتها مثلا والويب بتاعها. ودي الفلانج اللور بتاعتها. طبعا لو الواحد الكوبري بتاعه بوني بريدج فكان هيجي يرسمها فين؟ هيجي يرسمها تحت هنا كده بشوانسين، ويرسم التخانه بتاعت الويب، وبعد كده يرسم ايه التخانه بتاعت الفلانج. فدي سهله يعني، احنا على طول واحنا بنتكلم هنحاول نقول الفروقات ما بين التو سيستم. تمام؟ طيب بعد كده هتيجي بعد تقيس سبيسنج، لان انت هترسم باكيه بحالها ونص، فانت هتشوف بقى الكروس جيردر الثانيه مثلا جت بالصدفه جت في المكان ده. انا بس هحاول اخلي الرسمه مضغوطة شوية علشان تكفي عندنا هنا على الرسمة بتاعتك، وتيجي ترسم ايه الكروس جيردر بالشكل ده. تمام ماشي، يبقى ده اول حاجة رسمنا الكروس جيردر. طيب بعد كده ممكن نبتدي في رسم ايه؟ ممكن نبتدي نرسم الاستيفنرز. الاستيفنرز اللي احنا صممناها، احنا صممنا كذا استيفنر، صممنا الانترميديت ترانسفير استيفنر، صممنا الاند بيرنج، وصممنا الهوريزونتال استيفنر. طب الكلام ده يوضح ازاي؟ علشان نتخيله انا هعتبر ان انا قاطع وباصص تحت كده، يعني قاطع في الويب وهبص تحت عشان نعرف نرسم الكلام ده. طيب لو انا قطعت دلوقتي في المين جردر وبصيت تحت، مش انا هلاقي التخانه بتاعت الويب كده متهشره؟ يعني لو قطعت كده ورسمت ايه الرسمه بتاعت تحت هنا كده، هلاقي الويب تحت كده ايه متهشر معايا سوليد لاين. وبعد كده هلاقي حدود الفلانج، يعني انا اوريدي هكون برضو راسم، هيبقى راسم الحدود بتاعت الفلانج. باشمهندس احنا قاطعين في المين جيردر صح؟ قاطعين في المين جيردر بالظبط، احنا ما رسمناش اللي هي دلوقتي حاليا. تمام؟ عايز اعمل له نوفل يا عم انت، نوفل في ان. ماشي بالظبط. ماشي هنيجي هنا كده ونرسم الفلانج. ايه الخطين اللي انا رسمتهم؟ ده الفلانج، ما انت قاطع اوريدي في المين جردر، فانت قاطع هتشوف الويب وهتشوف الابعاد بتاعت الفلانج. الخطين الخارجيين دول اللي هم مرسومين دول ابعاد الفلانج. طيب بعد كده ده كده ايه الفلانج بتاعتك. يبقى احنا كده رسمنا المين جردر في الكروس سيكشن بتاعتها، ورسمنا البلان بتاعه، الخطين اللي في النص دول بيمثلوا الويب، والبعد دوت الخارجي ده بيمثل البي فلانج اللي انت شغال بيها. طيب احنا زي ما احنا عارفين ان اللي عند السبورت دوت الكروس سيكشن بتاعه لما احنا عملنا له ديزاين، يعني احنا صممنا الاستيفنرز اللي عند اماكن الكروس جيردر ده، قلنا اول واحد في الكوبري دوت بنصممه حتى على الرياكشن بتاع الكوبري اللي هو الاند بيرنج. طيب خلاص ممكن اجي هنا ارسم ايه الكروس سيكشن بتاعه، ممكن حتى نعمله بلون مختلف عشان نقدر نميزه بعد شويه.
بالشكل ده. هتيجي هنا احنا قلنا الاستيفنر ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن بي بتاخد البي تي في التي بي اللي انت واخدها قبل كده، وتيجي كمان تحط له بعد كده ايه؟ فلانج بالشكل ده. بيبقى عندك فلانج ليه بالشكل ده. ونفس الكلام طبعا انا مهشره ليه؟ عشان انا هبقطع فيه بعد شويه، يعني طبعا احنا لسه ما رسمناهوش فوق، بس انا برسمه تحت علشان نعرف نتخيله في الاليفيجن هيبقى شكله ايه. وكل الاند بيرنج ده بيتكرر عند كل بوزيشن كروس جيردر، فانت تيجي برده نفس الابعاد اللي انت صممتها بقى في الشيت، كل واحد يحاول يلتزم بابعاد الشيت بتاعته، محدش يجي يالف كوبري بقى في الديتيلز ويرسم ايه الكوبري اللي على مزاجه، لا انت تشوف الكوبري اللي انت شغال فيه من اول الترم هو ده اللي هتيجي ترسم لنا الابعاد بتاعت الابعاد بتاعته في كل الفيوز اللي انت شايفها دي. تمام بالشكل ده. طيب الاستيفنرز اللي ما بين بقى الكروس جيردر والكروس جيردر ده كنا بنحط ايه؟ اللي هو في ناس عاملاه سنجل، يعني جت كده قسمت البانل زون دي كمان، في ناس كده عاملاه سنجل بالشكل ده، قصدي دبل. تمام؟ وفي ناس عملته سنجل من ناحيه واحده. احنا خلينا نعتبر هنا دبل او سنجل مش فارقه معانا حاجه صراحه، فاحنا ايه تقعد بقى تحط ايه؟ الاستيفنرز بتاعتك بالشكل ده. المسافات اللي ما بينهم ايه؟ اللي هي احنا كنا بنقولها بقى في اللي اوت من 1.5 ل 1.8 متر، او شوف بقى اللي انت رسيت عليه في الديزاين، ممكن الديزاين يكون غير لك كمان الابعاد بتاعتها. طيب ازاي بعد كده هعمل الكلام دوت في الاليفيجن؟ لو جينا اسقطنا بقى خلاص الموضوع بقى سهل، هتيجي تعمل ايه؟ كل واحد تعمل البروجيكشن لاين بتاعه. طيب تعالى كده اهو نشوف الاستيفنر الاساسي اللي هو الاند بيرنج ده، لما نبص عليه هنلاقي ايه؟ هنلاقي الحضور الفلانجة ديت هي اللي بصلنا، يعني بصوا كده اهو، انا لما ابص كده من على المين جردر من بره مش هشوف الا البعد بتاع البي 2 ده والبي 2 ده، هبقى باصص من بره خالص. يبقى انا هاجي كده ارسم ايه الخط بتاعنا، هاجي كده على حدود البي 2 اجي اقوم راسم الاستيفنر بتاعنا بالشكل ده زي ما يجي عادي. الفلانجة اكبر زي انت اسقطه زي ما بقول لك، ما فيش حاجه مشكله تلاقي الفلانجة اكبر الفلانجة اصغر، ارسمه زي ما يجي معاك، واحنا هنتكلم بقى في الحاجات دي ازاي هنحلها بعد شويه. طيب بس كده لا، ده المفروض في دوتد لاين يبانوا في النص. ليه؟ لان انت مش هتشوف تخانه اللي هو جوه ده اللي احنا بنسميه تي بي، هنشوفه كده جوه ايه دوتد في النص. طبعا بعد كده الدوتد ده مش هتقدر تبينه عشان كاميرا الكروس جيردر هتبقى مغطيه على الدوتد لاين ده. يبقى انت هتيجي عند كل بوزيشن كروس جيردر بالشكل ده، تاخد الثلاث خطوط الاربع خطوط دول وتيجي تعمل كنترول سي كده كنترول في، لا الفي تعالوا بقى كده، تيجي تحطهم برضو ايه عند البوزيشن بتاع الكروس جيردر التاني. يبقى ده كده ايه رسمنا احنا الاند بيرنج ستيفنر والانترميديت. طبعا احنا كلنا مصممين بس الاند بيرنج، محدش صمم الانترميديت، بس غالبا اكيد الاند بيرنج ده هينفع عند الكروس جيردر وممكن تقلله كمان لو انت عايز تصممه عندك وقت، غالبا ابعاده هتقل لان هو مش هيبقى شايل بقى رياكشن الكوبري ده، هيشيل بقى الشير اللي في البوزيشن اللي عنده في المين جيردر. يعني انت عايز تصممه بقى شوف الكيو اللي موجود عندك هنا في البوزيشن ده، اللي هو زي السؤال، فاكرين السؤال اللي كان مطلوب منكم تحسبه عند خمسه بوزيشنز الشير، كان من ممكن تستغل السؤال ده وتجيب الشير عند البوزيشن الكروس جيردر ده، بحيث بعد كده لو كنت عايز تصممه يبقى نفعك في المطلوب ده. عموما خلاص لو انت ما عملتهوش مش مشكله، ممكن تاخد نفس الابعاد اللي انت عملتها عند الاند بيرنج تحطها عند الايه الانترميديت اسمهم ايه انترميديت كروس جيردر دول اند بيرنج ستيفنرز. تمام ماشي. هنيجي بعد كده نتكلم عن الفيرتيكال ستيفنر. الفيرتيكال ستيفنر دول عايزين نبتدي نرسمهم، بس قبل ما نتكلم في دي احنا كنا وضحنا النقطه دي قبل كده، قلنا موضوع اللحام وهل ينفع الراجل دلوقتي يجي يعمل ويلد للكلام ده؟ ما هو هيجي تحت كده هيجي يقوم ماشي باللحام كده ايه حوالين الكروس سيكشن ده كده عشان يلحمها لك في التنشن فلانج بتاعت الكاميرا الكروس جيردر. طبعا احنا قلنا لو هو عند السبورت مفيش اي مشكله اللي بيحصل ماشي. تمام لو احنا عند السبورت ما عندناش اي مشكله انك تلحم كل اللحام ده. ليه؟ لان انت في الحاله ديت المومنت بزيرو فالام فاتيك بزيرو فمفيش اي ايه مشكله. طيب لو الراجل جه لحم هنا الحته ديت اللي هو بقى الستيفنر دوت كده كله هنا في البوزيشن ده، طبعا هيعمل لك مشكله. ليه؟ لان احنا عندنا التنشن فورس ماشيه في تحت كده ايه في الفلانج دي، فاحنا قلنا فاحنا واحنا بنعمل ديزاين الدلتا سيجما دي كنا واخدينها ب 1.25 طن على سنتيمتر سكوير. انت خدها 1.25 لو اللحام اللي هو الراجل لحمه برر التنشن فورس دي، التنشن اللي ايه
في الممبر بتاع المين جردر تحت. طب انا دلوقتي للاسف في لحامات بقت بربنديكو، شايف اللحام ده؟ لو راجل لحم الطول ده الاستيفنر ده، فهو اللحام ده بالنسبه للحرف للفورس اللي ماشيه في التنشن فلانج هو بربنديكولار. فالكود المصري بيقول لك لو حصلت عندك الكيس ده المفروض يبقى الرقم ده تقريبا 0.56 طن على المتر، طن سنتيمتر سكوير. فطبعا ده هيوقع لك الدلتا سيجما جدا، فتلاقي الكوبري بتاعك ان سيف ستريسز، بالذات فاتيج مش بندنج. يعني ممكن تلاقي البندنج سيف بس الفاتيج ان سيف. طيب الناس بتعمل ايه في الكلام ده في السايت؟ بيعملوا بيتحايلوا على الموضوع بطريقه ما، ان هو زي ما قلنا قبل كده بيجي عند الاستيفنر ده اللي احنا راسمينه الخطوط دي كلها، لا ما يوصلهوش، يقوم رافعه ايه 5 سم او 4 سم او ثلاثه، حاجه كده بسيطه بالشكل اللي انتوا ايه شايفينه ده. طيب هو المشكله، طيب هل هيسيبه كده؟ لا، بيقوم جاي قافله طبعا، معلش هيقوم جايين طبعا لي اند طبعا، يقوم قافله. طيب بالشكل ده. طيب هو عايز يعمل بيرنج، بيجيب بقى بليت هو رفعه 5 سم او 2 سم او 3 سم، بيشوف الحته اللي هو رفع بيها الاستيفنر ده، ويجيب بليت منفصل خالص ملوش علاقه بدوت، ويجي ايه يزنقه في الزون اللي تحت ديت. تمام، يجي هنا ايه يحط بليت. حتى هتلاقوا كده في المحاضره في حاجه كده بارزه عند الدكتور في الاستيفنر ده، ايه ده؟ ده بليت بيجي بعد كده عن طريق بقى بيدخلوه بالعافيه شويه، حتى هو بيبقى مقاسه اكبر شويه من الفتحه اللي سايبينها له، بحيث ان هو يخش بالاخر عن طريق البيرنج، يعني ينقل الفريكشن عن طريق الخبط بقى اللي هيخبطه بره. فالاستيفنر ده لما يريح عليه يريح عليه عن طريق البيرنج، ما يبقاش فيه اي لحام خالص مع التنشن فلانج. فانت اي استيفنر عندك في نص الكوبري ما عمر ما الاقيه ملحوم تحت في التنشن، حتى الاقيه يا اما مقصوص بالشكل ده يا اما مرفوع خالص عن التنشن فلانج. يبقى ديت شكل من الاشكال، خلي بالكم كده هتلاقوها في المحاضره موجوده عندك، فلما تشوفه في المحاضره يبقى انت فهمت ليه عمل الشكل ده. طيب الـ بعد كده عايزين نرسم بقى الفيرتيكال ستيفنرز اللي في النص ده، ده سهل، ده امره سهل. يعني نيجي كده ايه نعمله حتى باللون زي الاخوات الحمر، يعني اللون بالاحمر، تجيب اسقاطه من تحت كده ايه وتيجي ده. ده عادي، ده حتى مش شرط توصله ولا حتى تعمل له اي بيرنج بليت، لا انت كفايه ايه توقفوا على رينج 5 سم ايه من تحت وخلاص، وده هنرسم له فيو مخصوص بعد شويه. يبقى ده كده ايه دول اماكن الفيرتيكال ستيفنرز اللي احنا عندنا. تمام، الاستيفنر طبعا ما بيفرقش شكلها هل هو بني ولا ديك، طبعا الاستيفنر سواء بني او ديك هو نفس الكونفيجريشنز اللي احنا بنرسمها، فمحدش يسال هل لو كوبري بني هل هيحصل حاجه في الاستيفنر، لا زي ما هي مرسومه كده مفيش اي مشكله. اللي هيختلف كما كان الكروس جيردر، دي هتبقى تحت ودي هتبقى تحت لو انت بتتكلم على بوني بريدج. طيب بعد كده، بعد كده بقى عندنا ايه؟ والبليت بقى يا باشمهندس يبقى مرسوم لفوق طبعا صح؟ والتوقيفات تبقى لفوق. البليت يبقى فوق والتوقيفات تبقى فوق. التوقيفات لا طبعا، لا ازاي؟ احنا الاستيفنر مالهاش علاقه باماكن الكروس جيردر، الاستيفنرز ديت حاجه ماسكه الكومبريشن، لان في الاخر احنا الكاميرا عندنا المومنت سواء هو كوبري بوني او كوبري ديك بريدج، فالتنشن زون تحت والكومبريشن زون فوق. فانا الاستيفنرز بتاعتي هل لما احنا كنا بنيجي نرسم الاتش على الاثنين او اتش على الخمسه كنا بنقيسها من تحت ولا برضو بنقيسها من فوق في البوني بريدج؟ بنقيسها من فوق يعني اهو. يعني لو الكوبري دوت كان بوني بريدج كنا نيجي نقول ايه ادي اماكن الكروس جيردر يا باشمهندس، بعد كده احط الاستيفنرز بتاعتي وبرضو ما فيهاش اي مشكله هنقسمها كل حاجه. لما اجي احط اتش على الاثنين او اتش على الخمسه بحطهم من فوق. ليه؟ لان انا صح، زي ما بقول لكم الاستيفنرز مالهاش علاقه بالكوبري بوني والديك، هو نفس الايه الارنجمنت زي ما انتم شايفينها قدامكم دلوقتي على البورد بتاعتنا. تمام، هو ده بيبقى شكل المومنت على الكوبري، شكل المومنت ايه اللي هو السهم اللي حضرتك عامله ده؟ كامر عليها مومنت، مش احنا عندنا البندنج بيبقى كده؟ البندنج دوت انا ممكن وانتم بتعملوا ديزاين حتى للممبر ده شلتوا المومنت ده وحطيته فوق كومبريشن فورس، او معلش العكس، والناحيه الثانيه بتشيل بتنشن فورس وصممته عن طريق الاريا ميثود اصلا، فهو المهم صح. تمام، اوكي تمام صح، تمام ماشي. طيب بالمره بقى عشان برضو الناس بتهمل حق الدايمنشنز عندنا في الرسمه، يفضل تعمل شويه دايمنشنز. طيب الدايمنشنز ايه؟ موضوع سيمبل خالص، ده عايزين نوضح ان الكلام ده ولدد، احنا كمان صممنا اللحام ده، تيجي تعمل علامه كده ومثلث. يعني ايه عباره عن ايه؟ هي عباره عن خط هوريزونتال وخط بيربنديكولر ونص دايره، هتلاقيك عملت الشكل اللي احنا بنتكلم. طب ده عشان لحمين الويب في الفلانج،
وهنا نفس الكلام الفيرتيكال ستيفنرز لحمينها مع الويب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فانت لما تشوف العلامه ديت في اللحام ما تفتكرش الدكتور رسم لك هرم ولا حاجه، لا ده هو الشكل ده، ده علامه الفيلت ويلد. يعني العلامه اللي انتوا شايفينها دي هي علامه الفيلت ويلد اللي بتبان عندنا. طب انا هشرح لكم ليه عاملينها كده، ما اكيد يعني احنا مش بنرسم اي حاجه كده وخلاص. نفس الكلام ممكن نوضح ايه شويه علامات تحت في الويب، قصدي في البلان. ايه الكلام دوت؟ ليه عملوها بالشكل ده؟ لو احنا جينا شخبطنا تحت بس كده، مش احنا عندنا الكاميرا الفلانج دي هتتلحم في الويب عن طريق في فيلد ويلد طالع هنا كده، وفي فيلد اللي احنا صممنا السايز بتاعه، فهو حوله الرسمه ديت لمجموعه من اللاينز. الفلانج مثلت الخط، الويب مثلت الخط البربنديكولار عليه، والجزء ان اللحام عندنا بيبقى اصلا الراجل لما بيعمل ويلد بيبقى فعلا هو شبه ربع دايره، يعني شبه ايه ربع دايره بالظبط. فعشان كده عملنا ربع دايره من الناحيه ديت، هو بيلحم من السايد دي ويلحم من السايد دي، فحصلت الشكل اللي انتوا بترسموه في الايه في الفيوز بتاعتك. فانا لما اشوف العلامه دي اعرف ان دوت بيلت اب سيكشن مش هوت رولد، لان انت لو ما عملتش العلامه دي انا هفتكر القطاع ده ايه، قطاع هوت رولد بالدايمنشنز اللي انت جايبها دي. فطبعا ما فيش ابعاد هوت رولد بالضخامه اللي ايه اللي احنا عندنا في الكوبري بتاعنا. تمام، يبقى دوت كده ايه علامات ايه لحام كده عشان ايه الرسمه تبقى شكلها كويس وواضحه ليكم. طيب ايه تاني عندنا؟ عايزين نرسم الهوريزونتال، ما احنا ما ننساش الهوريزونتال ستيفنر، احنا كل الناس عندها هوريزونتال ستيفنر برضه. خلاص تعالى قيس على الكوبري بتاعك البوينت 2 الاتش ويب اللي هو دي على 5، وابتدي ارسم الاستيفنر برضه اللي احنا عندنا هنا. طيب الاستيفنر ده قيس بقى زي ما يجي البوزيشن، مثلا البوزيشن بتاعه جه عند هنا زي ما يجي، زي ما احنا قلنا الاولويه لمين؟ الاولويه للفيرتيكال ستيفنر هو اللي يكمل، فمحدش يقص الفيرتيكال. هي في كيس واحده بس بنخلي الهوريزونتال هو اللي يبقى الاساسي، بس الكيس ديت ايه ممكن انت حتى ايه تهرب منها ما تعملهاش، مش هتبقى اساسيه عندنا، يبقى تقعد تحط الفيرتيكال ستيفنر ده. طب هل الفيرتيكال ستيفنر ما بيخشش هنا؟ لا، بيبقى ورا الاستيفنر ده، يعني احنا هنيجي نشوفه دلوقتي في البلان. فمفروض يعني ايه تخلي الجزئيه ديت دوتد، يعني هو الجزئيه ديت هتبقى دوتد يعني ورا هنا كده. الاستيفنر ده مكمل على فكره، بس هنا يبان ايه دوتد لاينز، هنا دوتد لاينز، هنا ايه دوتد بالشكل ده، وهنا دوتد بالشكل ده، هو مكمل ورا البيرنج الاستيفنر اللي احنا حاطينه. طيب بالمره ما انساش، يبقى هو اللي مكمل لو انا عامل السبلايس عنده، صح كده؟ بالظبط. اه في باشمهندس خد باله من المحاضره فعلا، هي لو انت عند السبلايس معمول عند البوزيشن بتاعه يبقى هو كده حاجه اساسيه، فهو بيكمل. وهنتكلم عنها بس ايه شويه لما نخش في الكروس سيكشن عشان الناس تتخيل، لو انا اتكلمت عليها هنا مش حدش هيتخيل احنا بنتكلم في ايه. فاحنا على طول غالبا بنخلي الفيرتيكال يكمل والستيفنرز الهوريزونتال هي اللي تقف. طيب زي ما احنا قلنا شويه انديكيشن لحام برضو ايه كده، شويه يمين شويه شمال، بحيث ان الواحد يبص يمين يلاقي، يبص شمال يلاقي. طيب بالمره واحنا راسمين الرسمه دي تعالوا نرسم الهوريزونتال ستيفنر ده. طب لما انا ابص خلاص انا كنت باصص كده، لا انا همسح القطعه بتاعتي دي واعتبر ان انا قطعت فوق شويه عشان اشوف الاستيفنر بتاعي دوت اللي هو الهوريزونتال ستيفنر اللي بالشكل ده. فانا لو باصص من فوق هلاقي كده ايه خط اخضر او خط اي لون، يعني خليه بالاحمر عشان يبقى كل حاجه اسقطها بنفس اللون اللي انتوا شايفينها فوق. طيب اللي هو عباره عن ايه؟ طبعا انتوا عارفين في البلان فيو هيبان العرض بتاع الاستيفنر ده اللي احنا عاملينه في الديزاين، حاجه اسمها البي ال. لو انت ارجع كده للديزاين شوف البي ال بتاعتك كام، وتعالى كده قيس من الويب بتاعتك دي شوف البي ال هيطلع طوله قد ايه، ممكن يطلع اقل شويه يطلع اكبر يطلع قد الاستيفنر ده، وعلى اساسه هتيجي ايه ترسم الخط بتاعك ده. يعني الخط اللي انا برسمه ده هو البعد بتاع البي ال اللي انت جايبه لللونجيتيودنال او بنسميه حتى الهوريزونتال سبلايس. فهتلاقيه في خط كده ايه ماشي عندك تحت، الخط ده ايه يا باشمهندسين؟ ده خط الاستيفنر مش خط الفلانج، فخلي بالكم. طبعا لو واحد عامله سنجل هيبقى من ناحيه واحده، لو واحد عامله دبل فبرضه ايه هيلاقي الكيس بتاعته زي ايه اللي احنا بنرسمها دلوقتي، هيلاقي خط من فوق وخط من تحت بالشكل ده. ماشي، يبقى دوت كده ايه ده الهوريزونتال ستيفنر. تمام، طيب ايه اللي احنا عملناه لحد دلوقتي كده؟ خلصنا الكروس جيردر، خلصنا المين جيردر، خلصنا الاستيفنرز، ناقص عندنا حاجه اسمها الكرتلمنت. مش احنا عملنا في الكوبري بتاعنا برضو كرتلمنت؟ عايزين نوضح للدكتور الكرتلمنت. بس قبل ما اخش في الكرتلمنت، طبعا في ناس
هيبقى عندها الكوبري فيه اتش على الاثنين. ارسم بقى انت الاتش على الاثنين، مش هنقعد هنا عشان الرسمه ما تبص مننا. زود انت كمان بقى الاستيفنر لو انت حاطط واحد كمان عند اتش على الاثنين، فكل واحد على حسب زي ما وضحنا قبل كده الكوبري بتاعه. طيب عايزين نوضح الكرتلمنت. طب احنا عارفين ان لما الكوبري بتاعنا يبقى تقريبا اقل من 30 متر بنيجي ناخد عند بوزيشن كده ما الطول ده تقريبا معادله امبيريكال تقريبا ال على 9 او ال على 4، انا مش حافظ صراحه الرقم بدقه عاليه. البوزيشن دوت بتيجي تحسب عنده مومنت، المومنت دوت بيبقى مومنت اقل اكيد من المومنت اللي انت حسبت عنده المومنت ماكسيما، وفي توتوريال قبل كده موجود على اليوتيوب ممكن تخش برده ايه تشوف ازاي تحسب المومنت عند البوزيشن ده. بعد ما تجيب المومنت ده هيبقى عندك سترينج اكشن اقل. فخلاص احنا هنعمل ايه؟ هنسيب الاتش ويب بتاعت الكاميرا المين جيردر والتي ويب كونستنت، مش هنقرب لهم خالص. امال هنقرب لمين؟ هنقرب للبي فلانج والتي فلانج، هو ده اللي هيبقى عندنا ممكن نعمل حاجه فاريبل فيه. يبقى طيب لو انا باصص في الاليفيجن وانا عامل عملت عند البوزيشن بتاع الكرتلمنت دوت غيرت البي فلانج والتي فلانج، يبقى انا اكيد هحس بفرق في التخانه بتاعت الفلانج. هاجي الاقيها مثلا هنا مثلا كانت طالعه معايا في النص الكوبري 4 سم، جت عند السبورت هنا المفروض تلاقيها اصغر شويه مثلا بعد المومنت ما قل طلعت مثلا معاك 2 سم ونص. يبقى احنا عايزين نوضح الكرتلمنت. طب افرض واحد اصلا كان عامل مثبت كمان التي فلانج، لو واحد مثبت في الكرتلمنت التي فلانج بس وغير البي فلانج فالاليفيجن عنده مش هيبان فيه اي حاجه. ليه؟ لان هو خلاص اوريدي غير في الاتجاه اللي هو اللي جوه، واللي جوه دوت هيبان في البلان. فعلى حسب الكرتلمنت اللي انت عاملها، بس معظم الناس هتلاقيها غيرت الاثنين مع بعض علشان تحقق الكود ليميت، وزي ما انتم شفتوا في المحاضره اللي هي بي فلانج بتساوي اتش ويب على السته والعلاقه اللي ما بين التي ويب والتي فلانج والحاجات اللي انتم اتكلمنا عنها قبل كده. طيب احنا هنعتبر في السولفد اكزامبل اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا غيرنا الاثنين مع بعض، فاحنا عايزين نوضح الفرق في الفلانج مع التي ويب، فاحنا هنشوف نيجي نعمل الكلام ده دلوقتي. طيب هنيجي نعمل الكلام ده ازاي؟ احنا عندنا دلوقتي مفروض التخانه الصغيره هتبقى عند السبورت، والتخانه الكبيره اللي انت جبتها بقى اللي هي الدبس الكبير عند الايه؟ الماكسيمم مومنت يعني في النص. طب انا دلوقتي يا باشمهندس جيت ارسم لقيت الكرتلمنت بتاعتي مش هتخش في الباكيه ونص بتاعتي، لا انت اعتبرها ايه؟ جت في الباكيه ونص، يعني حتى ايه اعتبر انك واخد خط قطع، وتعالى كده بعد مثلا الكروس جيردر دي وضح حته الكرتلمنت. طب هتوضح ازاي؟ زي ما احنا قلنا احنا عمرنا ما هنغير الدبس بتاع الاتش ويب، فالخط اللي جوه ده شايفين الخط اللي انا قاعد بشيله وبمسحه ده، ده عمره ما هيتغير مكانه. مين اللي هيتغير؟ اللي تحت ده، يا اما هننزله يا اما هنرفعه بحيث ان احنا نحصل على التخانه الجديده قبل وبعد. يبقى احنا لما بنيجي نمسح حاجه او عايزين نوضح الكرتلمنت بنحرك مكان الخطوط الخارجيه. ليه؟ لان احنا مثبتين الاتش ويب والتي ويب مش هنغير فيهم حاجه خالص. يبقى انا هاجي كده هفترض بس عشان الرسمه ما تبص مننا يعني هفترض ان دي التخانه الكبيره، واجي ايه اقوم قصصها كده، دي التخانه الجايه الكبيره ودي التخانه الجايه ايه الكبيره من الناحيه الثانيه يعني، واجي تعالى عند بوزيشن ما اقوم ايه ده التخانه اللي كانت جايه من الماكسيمم مومنت. طيب بعد ما انا حسبت حسبتي طلعت ان التخانه دي هتقل مثلا ملي ولا 2 ملي او في اللوحه، او طبعا في الحقيقه تقل سنتي او سنتي ونص على حسب بقى ايه الابعاد بتاعتك اللي انت اشتغلت بيها. طيب الكلام ده هيبان ازاي؟ تعالى قيس البعد الجديد ده، هتلاقي طبعا ايه اقل شويه من التخانه دي، هيبقى عندك في فرق بسيط كده. طبعا فرق ايه لا يذكر يعني، لان انت طبعا بالرسم بتاعنا سكيل 1 ل 10 مش هتقدر توضح حاجه اكريت قوي يعني. فانت هتيجي تعمل ايه التخانه ديت كده دي، وما بين التخانه الكبيره والتخانه البسيطه دي بنعمل خط مايل يوضح ان في ايه عندنا كرتلمنت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. خط مايل هادي كده خالص الميل بتاعه بنعمله 1 ل 4، يعني انت لو عايز تعرف الطول ده قد ايه شوف كده انت محتاج طول قد ايه عشان تجيب ميل 1 ل 4 عشان تنقل من الترانزيشن زون من التخانه دي للتخانه دي. وغالبا الطول ده اللي بيحكمك بيه اكتر البلان فيو، هنوضحه في البلان اكتر يعني. انت استنى على الخط المايل اللي عملناه ده لما نرسمه تحت في البلان فيو. يبقى انا كده فهمت ان انا قبل البوزيشن دوت الابعاد القطاع بتاعتي الثابته اللي هي البي اتش والبي فلانج والتي فلانج الكبيره، بعد القطاع دوت هيبتدي نخش في مرحله الترانزيشن زون ان انا اعمل ريدكشن شويه في المين جيردر، فعشان كده يفضل توضحها لنا كمان ايه في الاليفيجن. طيب اللحام اللي ما بين التخانتين ده بيتعمل بات ويلد، يعني اللحام اللي هيتعمل هنا بقى مش فيلد، ده احنا عايزين نكمل القطاع حته واحده فبيجي نعملها بات ويلد. علامه البات ويلد حرف في، يعني اعمل حرف في واعمل خط افقي تحتيه بس كده، تيجي تشاور على البوزيشن ده وتيجي تقول ان هو معمول بالشكل ده افهم ان ده بات ويلد
انت عاملها. تمام ماشي. ايه هي البات ويلد؟ يعني ايه بس عشان تبقى برضو عندكم فكره زي ما اتكلمنا على الفيلت. انا عندي بليت كده يا باشمهندسين وعندي بليت كده وعايز الحمهم في بعض، بس عايز اللحام ما يبقاش بارز. الفيلت ويلد بيبقى بارز عن الحديد زي ما انت شايف كده. الراجل يشوفه انت ماشي في الشارع كده تشوف اللحام اللي لحم الويب بالفلانج. لا انا عايز انت ماشي كده تحت الكوبري عمرك ما هتلاقي اللحام اللي هو ما بين التخانتين المختلفتين. ليه بيعملوا ايه؟ بيجي يعمل حاجه كده، يعمل ياخد التخانه اللي على البليت اللي على اليمين ويعمل فيه ايدج بريبريشن، يعني يخليه على حرف في، يقص كده ايه يعمل فيه زي حرف في، والبليت اللي على اليمين ده يقول له قص برده على حرف في. تمام. والراجل يجي يعمل ايه؟ يملى الحته دي كلها المفروض ايه باللحام. فعشان كده بيسموه بات ويلد، يعني لما يجي واحد كده يبص يمشي ايده على السطح ده يمشي ايده على السطح ده ما يحسش ان اصلا كان في فرق ما بين البليت ده والبليت ده. فعشان كده بنعمله على الانديكيشن بتاع بنعمل حرف في على اساس ان احنا قصينا البليتس على حرف في، وده الخط اللي هو ايه اللي بي بي اللي هو بيبقى السطح المشترك اللي ما بينه. ساعات في ناس بتعملها حرف في، ممكن تلاقي برضو في ناس بتعملها حرف يو، يعني بتلاقي معمول كده علامتين جنب بعض يبقى هو ما قصش، يعني هو ملى اللحام كده على طول. ممكن تلاقي حرف كي، يعني في ناس بتعملها حرف كي بالشكل ده. فهتلاقي اشكال كتير. خلينا احنا في الشكل السهل دوت عشان ما نقعدش نعمل اشكال كتيره اللي هو حرف الفي بتاعنا. تمام. طيب الكرتلمنت دوت ياثر على حاجه في البلان فيو اللي احنا راسمينه تحت؟ اه ياثر على البلان فيو. ايه اللي ياثر فيه؟ ان انا هاجي كده عند الخط ده انا هيبقى عندي خط الحام، هاجي حتى ممكن اعمله حتى انديكيشن ليا ان ده التخانه اللي قبله ودي التخانه اللي بعد. طيب زي ما احنا عارفين الفلانج ديت كان هيبقى عرضها صغير وهتكبر، يبقى انا هاجي كده امسح عندي، هاجي اقول ايه الرسمه اللي انا رسمتها ديت فيها غلطه. تعالى كده يا باشمهندس قلل ده كده اخر الفلانج بتاعتك اللي هي الفلانج الصغيره. بعد كده الفلانج دي هتبقى ايه؟ اكبر. هنيجي هنا كده عند البوزيشن الثاني ده هيبقى الفلانج اكبر شويه بالشكل ده. تمام. ده كده الفلانج الجديده. الفلانج الجديده طبعا اللي عند اليمين هي الاكبر. طيب ما بين الفلانج دي والفلانج دي، دي بقى الترانزيشن زون اللي انت بتبقى محتاجها. شوف بقى انت محتاج كام طول قد ايه علشان تعمل الميل ده زي ما بيقول لك 1:4. فعن طريق البلان انت هتسقط النقطتين دي، بدايه البي فلانج الصغيره والبي فلانج الجديد. طبعا عن طريق ايه بقى؟ انت معاك دلتا اتش وانت عارف الميل ده 1:4 فتقدر تقول الطول ايه، يبقى محتاج طول قد ايه هوريزونتال علشان تحصل على الدلتا اتش اللي انت عايزها دي. تمام ماشي. طبعا لو انت في امتحان والدنيا زنقه بالعين كده ما تقعدش تتعب نفسك. هو طبعا هنا في عشان بس نبقى فاهمين اللي انا راسمها ديت اوفر شويه، يعني المفروض ايه اريح ايدي اكتر، يعني ممكن انقلها ايه كمان شويه كده عشان بس تبقى شكلها مقنع وميل الخط ده اكتر، لان هو الخط ميله يكاد يكون هادي، انا عامله كده زاويه كبيره جدا. تمام بالشكل ده. يبقى دوت كده الفلانج اللي بعد التغير وده الفلانج قبل التغير. تمام. طيب يبقى انا كده وضحت الكرتلمنت. اخر حاجه عندنا هي السبلايس. يبقى احنا كده فاضل لنا ايه في الفيو دوت عشان نوضح له الدكتور، ويبقى الرسمه بتاعتي كده غطيت فيها جميع الحاجات اللي درسناها خلال الترم، هي السبلايس. طيب السبلايسز كده هقول حاجه كده بسيطه بسرعه واشوف هتفهموها بسرعه مني ولا لا، وكده كده هتتكرر تاني ان شاء الله في الفيديو بتاع السبلايسز يعني اللي هيتعمل. احنا عندنا الكاميرا ديت، انت كل واحد عنده الكاميرا دي هو عارف ابعادها دلوقتي اللي هي المين جيردر. المين جيردر ديت كل واحد عارف الطول بتاعها كام، اللي هو مثلا خليها بالارقام، واحد مثلا الطول عنده 30 متر وعمل اند براكت هنا كده كمان 30 سنتي من هنا 0.3 و 0.3 من الناحيه دي، والارتفاع بتاعها هو الدبس بتاع المين جيردر. طبعا لو 30 هيبقى غالبا الاتش ويب بتاعك هنا 3 متر. طيب احنا بقى بنفكر برضو ككونستراكشن ازاي الكلام ده هيتنفذ. هل فعلا الراجل كده هيروح للراجل بتاع المصنع البليت بقى الشركات المعروفه ويجي يقول لهم لو سمحت عايز بليت عشان احصل على الشكل ده، عايز هات لي بليت 30.6 متر في 3 متر حته واحده علشان اروح الحمه في الفلانجز عشان احصل على الكوبري بتاعي؟ اكيد هيقول لك ما عندناش الكلام ده، اكيد في ستاندر زي الخرسانه كده طول السيخ اطول حاجه تقريبا 12 متر، بعد كده بيعمل طول الايه اللي هو ال ال دي اللي هو على حسب بقى هو تنشن ولا كومبريشن، وتعمل طول ال ال دي تعمل طول المشترك ما بين السيخ، وفي بقى طريقه كذا طريقه ازاي توصل السيخين ببعض. طيب نفس الكلام في الستيل، انا اكيد ما عنديش ابعاد بالضخامه ديت. احنا عندنا الابعاد الستيل لو رحت كده اي مصنع في ستاندرد اطول ستاندرد للبليت هيجي يقول لك اطول طول ممكن تلاقيه هو 8 متر،
واطول ارتفاع للمين جردر او للويب، يعني ارتفاع للبليد دوت بيبتدي من متر لحد 2 متر. فاحنا ممكن نشتغل على الاكستريم اللي هو 2 ايه متر. يبقى انا دلوقتي عشان احصل على البليت اللي هو 30.6 في 3 متر محتاج اجمع كام بقى بليت من 2 في 8؟ محتاج اجمع كتير. هتيجي انت حتى كده في سكتش صغير كده، وده مطلوب من المطلوبات المطالب الموجوده في الشيت عندك، انك تبتدي تقسم لنا تقول لنا هتجمع المين جردر دي بتاعتك ازاي. فانت هتيجي كده والله تقيس 8 متر وتحط البليت 8 متر في 2 متر، ادي البليت الاولاني يا دكتور اهو. ده كده انا هشتري بليت، اقول للراجل هات لي بليت، وحتى بعد كده ايه حط لي بليت تاني جنبه 2 في 8، وبعد كده حط لي بليت تاني. طبعا يفضل انك تستخدم البليت بأبعاده الكامله، ما حدش يقعد يعمله ده 6 في 6 في 6، لا خد ال 8 واخر حته ايه تشيل الفرق بتاعتك اللي هي ايه هيبقى فيها مشكله. انا افترض مثلا دي اخر حته كده، ويتبقى مثلا طبعا على حسب بقى ال 30، يعني كل واحد يقسم تقسيمته يعني. تمام، يبقى انا كده غطيت الجزء. طب ما انا لسه عندي شريحه فوق ما تركبها، هاجي بس اقول للراجل هات لي بقى بليت ابعاده متر في 8، يعني هات البليت ده قصه لي نصين، حط كده النص ده وهاته لي هنا، النص التاني حطه لي هنا. ايه احنا حتى انت بتحاول وانت بتعمل ابعادك انك برضو ما يبقاش فيه هدر في البليتس دي، ويبقى انت ايه خدت وفرت ليك ووفرت برضو ايه في الشراء بتاع الكميات بتاعت الحديد بتاعتك. تمام، يبقى هو هيحصل على شكل المين جردر اللي انتوا شايفينها ديت بمجموعه البليتس دي، مش هيلاقي بليت بالضخامه بتاعتك دي. فانت محتاج قبل ما ترسم في السؤال بتاع السبلايسز انك تحدد الشكل ده اللي انت شايفه قدامك ده. طيب الراجل هيجمع الكلام ده زي ما بعض، ما انت هتيجي تقول له ده بليت رقم 1، ده بليت رقم 2، ده 3، ده 4 وهكذا، تدي له كل واحد من دول هيترقم رقم. طب هتيجي تقول له كده تعمل له لوحه مين هيتلحم في مين ومين هيتعمل ازاي. فانت عندنا نوعين من اللحامات، عندنا نوعين من الكونكشنز، يا اما ويلدد ودي بتتم في المصنع، يا اما بولتد ودي بتتم غالبا في الموقع. يعني يبقى انت مش قادر تاخد تلحق في الموقع، مش قادر تلحقها في المصنع عشان تعرف تنقلها، فبتضطر تخليها بولتد كونكشن. الويلدد دي بنسميها الاسم العام بتاعها شوب سبلايس. البولتد دي بنسميها ايه؟ فيلد سبلايس. دي بتتعمل في الفيلد، فعشان كده بيسموها ايه؟ فيلد سبلايس. فانت هتيجي كده تفكر والله ان الكوبري دوت ابعاده كذا، انا قسمت البليتس بتاعته، انا في حاجات ممكن اجيبها شوب وفي حاجات ممكن اجيبها ايه؟ اخليها فيلد سبلايس. طيب تعالوا كده نفكر، اول حاجه الخط الافقي دوت كله ممكن نخليه كله ايه؟ ده عادي، ده ممكن نخليه ايه؟ شوب سبلايس. يعني هو يجمع لك 3 متر 3 متر، دي مش هيبقى فيها مشكله ان هي ايه؟ تتنقل حته، يعني البليت ده يبقى حته واحده والبليت اللي جنبه ده حته واحده وهكذا. طيب احنا عشان نعرف امتى نعمل بولتز سبلايز، يبقى احنا محتاجين نعرف ايه اطول طول ينفع ننقله. غالبا عندنا في الكباري، طبعا الكباري دي بتتعمل فيها طرق سريعه او بتتعمل في وسط المدينه، بيبقى شوارع عريضه، عشان كده بيبقى سهل نجيب اطوال كبيره. طبعا لو انت بتعمل جوه منطقه سكنيه او حاجه هيبقى عندك مشكله ازاي بقى هتنقل كاميرا بالارتفاع ده او كاميرا بالطول ده، وايه العربيه اللي هتشيلها. فغالبا احنا عندنا بنسمح اقصى طول، بحيث العربيه التريلا اللي هي اطول عربيه لو انت شفتها اللي بتبقى على الطرق السريعه ديت، او الدائري اللي بتبقى يعني وراها كذا تريلا كده مطولينها، اطول حاجه تقريبا 12 متر. وساعات كمان بيمدوا الستيل براها كانتليفر، يعني تبقى طالع بره العربيه مدلدل شويه يعني كده، عشان يقدر ياخد اطول. يعني غالبا ما بنسمحش اكتر من 16 متر عشان تقدر تنقل حته واحده للكوبري. يبقى انت هتشوف 16 متر، يعني انت عندك الكوبري اصلا كله 30.6، فخلاص انا في 16 متر هنقلهم حته واحده والباقي هنقلهم حته ثانيه. فانت خلاص هتحاول تظبط تشوف تقسيمه السبلايسز اللي انت عاملها ديت، بحيث مثلا ان الجزئيه دي صدفت ان ديت هيبقى الفيصل ما بين الزون دي ودي، والزون ديت اقل من 16 والطول ده اقل ايه من 16. يبقى خلاص الخط الرأسي ده كله هتيجي تعمل ايه اللي بالازرق ده، هتيجي تشاور كده للدكتور وتقول له ده ايه، ده فيلد سبلايس. طيب اي حاجه بقى في النص اليمين او النص الشمال كل دول هيبقوا ايه؟ شوب سبلايس. معنى ايه؟ يعني الراجل هيجمع البارت دوت اللي هو البارت اللي على اليمين ده كده كله هيتلحم مع بعضه في المصنع وهيبقى حته واحده. البارت على الشمال دوت او على اليمين الثاني بقى هيبقى برضه يتلحم كله مع بعضه ويبقى حته واحده، يبقى كل اللي ما بينهم هنا شوب سبلايس، وهيتبقى الخط الرأسي ده. الخط الرأسي ده هنعمل فيه ايه؟ هنعمله فيلد سبلايس. تمام؟
طيب الكلام دوت لو جبنا عايزين نوضحها الاليفيجن، ما انا اكيد الكلام ده زي ما احنا قلنا عايزين نوضح كل حاجه في الرسمه بتاعتنا، حتى لو الحاجات ديت مش داخله جوه نطاق الرسمه بتاعتنا. في حد عنده مشكله؟ سؤال في السبلايسز. تمام اتفضل. هو اللحام اللي هو بيوصل ما بين 1 و3 و2 و4، لو صدفه ان هو جه عند الهوريزونتال بريسنج بالظبط، هل ممكن انا عشان اتفادى التصميم بتاع الويلد في الحته دي اقلل الطول بتاعه شويه، بدل 2 متر مثلا اخليه اقل شويه، بحيث ما اضطرش اعمل الويلد؟ يعني هي بتبقى صدفه ان هو يجي عند بوزيشن مش هوريزونتال بريسنج، اسمه هوريزونتال ستيفنر، بس انت غلطت في النقطه دي. لان هو لو جه عنده هتصممه على الشير فلو. لو هو في ناس بتعمل ايه عشان يعني ممكن في الامتحان ما عندكش وقت وعايز ما تصمموش وتقول للدكتور يوز بات ويلد، ممكن يعني ايه يقلب ال 2 متر يقيسها من فوق، فتلاقي ايه جت ايه في الحته اللي ما فيهاش ستيفنرز خالص. تمام. فديت ممكن طريقه، وغالبا قليل قوي اللي الناس هتيجي عندهم الاستيفنر بالظبط، هتلاقي يا اما فرق 10 سم 20 سم، حتى لو في فرق بسيط اعتبر ان الحته دي هتتعمل عادي شوب سبلايس بات ويلد، ومش الاستيفنر ملوش علاقه بالحته دي خالص. فالناس بس اللي تقريبا الدبس بتاعها هيبقى 2.4 متر اللي هو الويب، هو اللي هتلاقي ظبط عنده المكان بالظبط بتاع السبلايس، هو المكان بتاع الاستيفنر. تمام يا باشمهندس، شكرا. العفو. طب الكلام ده يبان ازاي هنا يا باشمهندسين؟ اتفضل. باشمهندس هو هو انا عندي باشمهندس هو في الشوب سبلايس، لا او يعني في الفيد سبلايس سوري بقى، ولا احنا لسه ما وصلناش؟ تمام اتفضل، اشوف عايز تسال ايه، يمكن هقول لك وصلنا ولا لسه. الايدج بتاعت البي، الايدج بتاعت اللي هي الويب بليت، الايدج دي بتجيبها ازاي؟ انا عارف ان البيتش من 4 ل 5 ل 9، الايدج بقى بتتجاب ازاي يا باشمهندس؟ تمام ماشي، دي ممكن نستنى عليها شويه. ماشي ممكن اقولها واحنا لما نيجي نرسم نبتدي نرسم فيها. ماشي سهل. تمام خلينا نتكلم بس نعمل انديكيشنز الكلام دوت، واحنا بنشرح هوري لكم برده الكونفيجريشنز بتاعتها تبقى شكلها ايه. طيب اول حاجه عايزين نبين برده في الاليفيجن اماكن الشوب سبلايس، فانت مفروض كده تقيس من عندك هنا مثلا 8 متر عندك، او ممكن يكون انت بالصدفه اول بليت دوت مش 8 متر، اكن مثلا البليت اللي من الناحيه الثانيه ده مثلا اتبقى في الاخر 5 متر ليه، فانت ممكن تشوف على حسب بقى التقسيمه بتاعتك طلع مثلا ان ال 5 متر عند الحته اللي هنا دي، هتيجي كده تقول اشتغل ماشي اهو، هتيجي تعمل ايه خط، هتلاقي حتى في اللوحه يعني هتلاقي في البي دي اف اللي نازل لكم اللي مشروح فيه الكلام ده هتلاقي في خط كده في اللوحه، الخط ده الدكتور مثلا عيب طباعه مثلا، لا مش عيب طباعه ده خط الايه الشوب سبلايس، هتيجي حتى هتلاقي الدكتوره كده عامل عليه انديكيشن اللي هو البات ويلد. قلنا البات ويلد بيبان ازاي؟ بيبان حرف في، تعالى كده هتلاقي معمول كده عليه حرف في وفي خط افقي بالشكل ده، لما تشوف العلامه دي ما تفتكرش ده حاجه مرسومه غلط، لا ده انديكيشن لاماكن الشوب سبلايس اللي عندك في المنجر ده. طيب وبرده بالصدفه هتلاقي برده خط ماشي افقي كده في الرسمه، هتلاقي ماشي كده قاطع كل حاجه لان دوت ايه خط الحام برده، هتيجي تلاقي مرسوم عليه برضو حرف V، فالخط ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على الشوب سبلايس اللي في اتجاه اللونجيتيودنال الاتجاه التاني. تمام؟ فالخطين دول برضو من الخطوط الاساسيه اللي المفروض توضحها عشان حتى اللي يبص على الرسمه يبقى عارف متخيل الكلام ده هيتنقل ازاي او هيتجمع ازاي، مش مجرد انا بعمل له ابعاد ومش مهم بقى الكونستراكشن هتتم ازاي للكلام ده. طيب ده بالنسبه للشوب سبلايس. طب الفيلد سبلايس؟ لا الفيلد سبلايس محتاج كده تفضلها حته في الرسمه بتاعتك، انا هحاول نرسمها في الجزئيه اللي اتبقت في اليمين ده، حتى همسح الاستيفنر ده دلوقتي همسح ده معلش اهو، ونفضي المكان دوت كده ايه خالص ليها دلوقتي، وبعد كده نشوف هنكمل الحاجات ازاي اللي احنا مسحناها دي دلوقتي. تمام طيب الاستيفنر الفيلد سبلايس، حاول لو انت بتختار البوزيشن، تعالى بس نرجع لنقطه مهمه كويس ان افتكرتها دلوقتي، ان احنا عندنا اماكن كروس جيردرز، يعني انت ما وانت راسم الرسمه دي شوف برضو اماكن الكروس جيردرز بتاعتك فين، ما ينفعش تختار البولت سبلايس ديت في مكان فيه كروس جيردر. ليه؟ لان انت هتيجي تعملها مش هتعرف تعمل كونكشنز، انت عندك اوريدي كونكشن للكروس جيردر وكونكشن للستيفنرز، فالحته دي زحمه جدا، فيفضل اماكن السبلايس تبقى في حته هاديه. ايه الحته الهاديه؟ اللي هي المسافات اللي ما بين الفيرتيكال ستيفنر، شوف انت مش حاطط مسافات كده فيها فيرتيكال ستيفنر، اختار بوزيشن يكون ما بين ايه اي اتنين فيرتيكال ستيفنر عندك في الكوبري، ولا يكون عند كروس جيردر ولا يكون عند اي ستيفنرز من الستيفنرز اللي انت حاططها في الكوب. يعني تعالى كده شوف البانل زون ديت مثلا، انت خلاص هنا كده بعد الستيفنر ده تعالى حط السبلايس بتاعتك، فمش شرط تخليها 16 متر، يعني ممكن انت تضطر ما تخليهاش 16، ممكن تخليها مثلا 14 متر ونص، نتيجه ان ال 16 متر هتيجي عند كروس جيردر بالظبط.
الفكره كلها ما تعديش ال 16، انت ممكن تبقى رقم اقل بس ايه في مكان مناسب، مش اي مكان كده يجي على بالك خلاص ده ايه ده هنا. طب ما هنا في زحمه ستيفنرز، الراجل هيجي يركب السبلايز بتاعته ازاي او يعمل التفصيله بتاعتنا دي ازاي، فلازم برضه ابص ايه الموجود في المكان ده يمكن يعمل لي تعارض ويعمل لي صعب ان الكونستراكشن بتاعي يبقى صعب. فدي نقطه مهمه جدا ان السبلايز حاول تظبطها هنا، لو انا عايز اجي احطها ما بين التولز هنا او احطها مثلا ما بين ده وده يكون زون ما فيهاش تفاصيل قوي، ان انا ما حتى لو شلت ممبر منها ما يتاثرش على الاستابيليتي بتاعه الكوبري بتاعي. طيب تعالوا كده نتخيل ان احنا فرضنا ان في سبلايز في المنطقه دي كده اهو، هاجي كده اقوم قاصص الكاميرا، ما هي السبلايز يعني تيجي تقص لي الكاميرا نصين، تعالى كده اهو قص دي كده اهو، وده خلاص خط النهايه بتاع السبلايز بتاعي بالشكل ده. طيب بعد كده اكيد الراجل هيجيب كاميرا منفصله، فحتى تعالوا نرسم الكاميرا الجديده اهي، تعالوا كده اهي الكاميرا الجديده اهي، والراجل في الموقع عايز يجمع الكلام ده علشان يحصل على البولت سبلايس وبرضه يبقى كاميرا واحده. يمكن دي حاجات سهله تشوفها، هنحاول انت وانت ماشي برضه على الطريق تلقط الحاجات دي وتشوفوا السبلايس شكلها ايه وفين الاماكن، غالبا هتلاقوا حتى الاماكن بيخاف يحطها في النص بيحاول يرحلها ناحيه التلت او التلتين الاسبان علشان يكون المومنت هدي، ما يكونش السبلايس في الماكسيمم مومنت، لان الماكسيمم مومنت تبقى خطر، تبقى قاعد قلقان يحصل اي مشكله في المسامير ساعه الكونستراكشن، البولتس اللي انت هتشوفها ديت عددها كتير جدا، فايه بنحاول برضو نبص قدام وما نختارش اي بوزيشن وخلاص، لا حتى لو انا هرحلها شويه ناحيه التلت والتلتين هتبقى انت ايه مرتاح اكتر من انك تعملها في النص بالظبط. تمام؟ طبعا انت في الرسم هنا براحتك يعني مش هنحاسبك على الكلام ده قوي، انا بتكلم عموما بعد كده ان شاء الله لما تشتغلوا يبقى ايه السبلايز دي قلق منها ما تبقاش مطمن لها، حتى لو هتصممها على الفول كاباستي حاول على طول تحطها في بوزيشن الدنيا هاديه فيها في الستريننج اكشن بتاعتك. طيب هنجمع البليد ده ازاي بده؟ انا عايز اجمع الفلانج بالفلانج وعايز اجمع الويب بالويب. بنجيب حاجه اسمها عندنا حاجه اسمها فلانج سبلايس وويب سبلايس. الفلانج سبلايس هجيب بليد، البليد دوت نعمله حتى بالوان مختلفه بقى عشان السبلايز دي تبقى واضحه ليكم. بنجيب بليت، البليت دوت بيحدد طوله على اساس ايه؟ على اساس الديزاين، يعني الديزاين هو اللي هيحدد لك طوله، ليه؟ لان هو هيبقى فانكشن في عدد المسامير الايدج والبيتش ديستنس اللي انت عاملها. طيب البليت ده بنحطه ازاي؟ بنيجي نحطه كده نعمل منه اربع نسخ، واحده برده من تحت اهو. تمام؟ ونيجي نحط واحد كمان بنحط دبل، يعني بنحط فوق الفلانج وتحت الفلانج، طب التفاصيل بتاعتها هتبان ازاي؟ هتبان في الكروس سيكشن اللي احنا لسه هنرسمه. تيجي تحط بليت تاني من هنا كده. والبليت الرابع هتحطه من جوه هنا المره دي. تمام؟ ونمسح بس الشخبطه اللي تحت دي، خلاص احنا اتكلمنا في الحاجات دي مش مهم انوتيشن. طيب بعد كده انت بقى هتصمم الكونكشن ديت، الكونكشن ديت بتتصمم على الماكسيمم كاباستي، المسامير اللي فوق بتصمم على الشير، المسامير اللي هنا بتصمم على شير نتيجه المومنت، وفي شير تاني نتيجه البوزيشن اللي انت حاطط فيها الكرتلمنت، فبتصممها على الريزلتنت اللي هي بتاعت مسامير الويب. فعموما المسامير كلها في المساله ديت عليها شير، بس الفكره ازاي تحسب الشير وديت ان شاء الله ممكن نتكلم عنها في فيديو منفصل او في اخر السكشن كده ايه نوضح الحاجات اللي فيها ايه مشكله في النقطه دي. طيب السبلايس هتيجي انت بقى انت هتكون صممت فاوريدي انت عارف كم مسمار، يعني طلع مثلا غالبا بتطلع عدد مسامير كتير، يعني دي من اكتر حاجات اللي انتوا بتبقوا زهقانين وانتوا بترسموها في الشيت وانتوا شغالين، يعني هتيجي تلاقيك مثلا مطلع مثلا 42 مسمار 43 45 70، ما تستغربش ارقام تبقى كبيره بقى، مش زي بقى البولتد كونكشنز بتاعه البورتال فريمز والتراسز اللي احنا كنا منشغلين بيها السنه اللي فاتت. تمام؟ خلي بالك ان عدد المسامير برضو اللي بتطلعه بيطلع في السايد الواحد، يعني لو طلع مثلا 70 مسمار فالمفروض دول يبقوا 70 مسمار، طب هم ليه انا راسمهم قليل؟ لان انت خلي بالك في عدد مسامير جوه، يعني في الداخله لجوه البورد بتاعتنا، يعني ممكن تلاقي دول 1 2 3 4 5 وفي الاتجاه اللي جوه فيه 6 ف 6 في 5 ب 30، يبقى انا هاجي احط 30 هنا 30 هنا 30 هنا 30 هنا، طب انا عايز 40 لا يبقى انا اكتر هنا عدد الصفوف بحيث ان انا يبقى هنا 40 40، يعني الرقم اللي بتطلعه من الديزاين بتحطه في الركن الواحد الربع الواحد، الربع ده والربع ده والربع ده والربع ده، ليه؟ لان المومنت اللي هنا هو هو المومنت اللي هنا، فالتنشن فورس اللي هتعمل شير هنا او تنشن هنا هي نفس المركبه، فما تجيش تقول ايه ال 40 مسمار اللي طلع لي من الديزاين هقوم حاطط 20 يمين الفلانج وشمال الاليفيجن بتاعنا، لا يبقى انت كده عملت كارثه الكونكشن دي تقع.
تمام. فخلينا بس الكلام ده يبان اكتر في الجزئيه بتاعت السبلايس. خلينا بس نعتبر دلوقتي ان احنا فاهمين السبلايس وبنرسمها بس مجرد رسم دلوقتي. هتيجي تعمل ايه المسامير بتاعتك دي كلها بالشكل اللي انا قاعد برسمه ده؟ باشمهندس اتفضل. هو الفلانج في البيتش والايدج ديستانس بتاعته دول باخدهم مينيمم عادي، لان انا ممكن اكبر البليد براحتي عكس الويب، انا بحكم بعدد معين صح كده. فانا افرضها مينيمم بقى لو 1.5 و3. عادي يعني غالبا عشان احنا برضو في المعادلات، فاكر انت في معادله البيرنج اللي هي بتاعت اللي احنا شيكنا عليها في الكونكشن قبل كده، كنا فرضين ان الاي ب2 الدي، فيفضل انك تشتغلها الاي ب2 الدي والبي ب4 الدي علشان يبقى المعادلات اللي انت حاسبها الار بتاعت المسمار والار بتاعت البليد اللي هي الار بيرنج والار شير سترينث تبقى مظبوطه طبقا للرسم اللي انت راسمه. فخليها 2 و4، بلاش 1.5 دي. طيب ما انا بقى يعني فكرت يا باشمهندس ان كده البليد ده ممكن يكبر وخابط في ستيفنر من الستيفنرز اللي هي الفيرتيكال، يعني ممكن زي احنا بنقول احنا بنحاول نختاره في حته هاديه. الحته انت المسافات ما بين الستيفنرز دي كام؟ تقريبا من 1.5 ل 1.8. لا فانت عندك مسافه كبيره، ما تقلقش اكيد هيكفي. حتى لو كفى، حتى لو بدا يخش، ممكن نرحل، نتحايل على الموضوع ده، نرحل الستيفنر ده شويه، نرحله ده شويه، نرحل واحد منهم. يعني الموضوع سهل، لان دي السبلايس، دي هي اللي شايله كل الكلام ده، فهي اهم من الاستثمار في الحاله دي. ما ينفعش ان احنا ايه نقلل عدد المسامير مثلا علشان اللي هنخبط في استثمار، لا احنا يا اما عادي ممكن نعملها 1.5 دي، بس الكي فاكتور والحاجات اللي احنا كنا شرحناها قبل كده مش هتمشي مع الاسامبشنز اللي احنا كنا عاملينها في المعادله بتاعتها. فممكن تروح بقى ترجع تشوف ال 1.5 دي كي هيطلع بكام والالفا تطلع بكام، وتعمل ديزاين على الرصة الجديدة ديت. تمام يا باشمهندس. تمام ماشي. طيب اخر حاجة بقى عندنا الويب سبلايس، وده اكتر بليت انتوا بتغلطوا فيه. ليه بقى؟ لان انت بتيجي تعمل فيه كارثة. ايه الكارثة اللي هتيجي تعملها؟ انا هرسمها دلوقتي الكارثة اللي بتعملها. بتجيب ابعاده، وهنتكلم على ابعاده زي ما في باشمهندسين عندهم فيها مشكلة في ابعاده، هنيجي نتكلم ازاي نجيب ابعاده بعد شوية. طيب هتيجي ترسم البليت، طلع مثلا بالشكل ده. طلع بالشكل اللي احنا ايه راسمينه ده. يوم ايه الباشمهندس يجي في الامتحان يقعد يرسم المسامير بتاعته. طبعا المسامير بقى زي ما انتم الناس اللي صممت الكونكشن او ابتدت تصمم فيها لقيت ما شاء الله بقى عدد مهول، يعني ممكن بيطلع 170 مسمار 140. ده بقى الويب، الويب ده زي ما انت كده امشي تحت اي كوبري هتلاقي المسامير دي ما لا نهايه. فانا طبعا مش هقدر ارسم كل المسامير دي، فانا هعمل لك انديكيشن بس ايه سريع كده الى حد ما، طبعا حاجه كده ايه ليكوا بس مش اكتر، تبقوا فاهمين بس الحقيقه. فانا بحاول بس اعمل كوبي بيست بسرعه كده ايه نملى الاستيفنرز بتاعتي. طبعا هنا بيطلع صفوف كتيره. ليه؟ لان دبس الويب عندك 3 متر 4 متر، وانت المسافه الايدج ولا البيتش ديستنس بتبقى 5 سم 6 سم. فشوف بقى انت عندك كام، 7 سم مثلا في ال 30 سم اللي هو 30 متر اللي عندنا. تقعد ترسم المسامير دي. طبعا هل نكتفي بكده بس؟ لا، هترسمهم تاني في النص اليمين. احنا لحد دلوقتي ما قلناش الغلطه الفيتر اللي بتعملوها. تيجي ايه طبعا لو عندكم الميزه دي طبعا في الامتحان كانت هتبقى ميزه حلوه قوي يعني. خلي بالكم من الديتيلز الكتيره، يعني غالبا الديتيل دي من الديتيل الاساسيه في الامتحان. يعني اكتر حاجه الدكتور يجيبها ديتيلز هي الاستيفنرز، قصدي السبلايسز. فما تستهونش بيها ويسيب الرسمه كده. لا انا لو بصيت كده في الرسمه هفتكر ان الراجل عامل ايه؟ هفتكر ان هو عامل بليت يمين لوحده كده وبليت شمال. ليه؟ علشان في خطين قاطعين البليت، شايفين الخطين السود ده اللي احنا كنا رسمينهم في الاول عشان نقول ان في فيصل ما بين المين جردر دي والمين جردر دي. كده اللي هيبص هيفتكر انت عامل بليت لوحده للويب ده وبليت ده. طب خلي بالكم بقى انك بعد ما تعمل الكلام ده بالاستيكة امسح خليه دوتد لاين. يعني انا طبعا مش عارف اعمله دوتد لاين، انا هقلله اهو، هرجعه تاني خالص لفوق اهو بالشكل ده، وهاجي اعمل لاين منفصل خالص بالتخانه الرفيعه اهو واخليه دوتد لاين. يبقى هنا خلي بالكم الخطين دول لازم ترجعهم تاني ايه دوتد بعد ما ايه تمسح ترسم البليت اللي هو بتاع الويب سبلايز، لان الويب سبلايز ده هيبقى فوقيهم. فطبعا الخطين دول مش هيبانوا، هيبانوا دوتد في الحته دي ويبانوا سوليد تحت بعد كده. ايه طبعا انا مش هقدر ايه نعمله زي ما عاملينها فوق وخلاص، يعني تعالى كده ندوس على الخط ده كده شويه بعد الفلانج، وده ايه الخط التاني اللي احنا ايه يبقى سوليد لاين. يبقى دي من الحاجات الفيت اللي انت ممكن تغلط فيها. لا بص في الرسمه يقول ايه ده ما شاء الله، ده اصلا عامل لي الويب سبلايس. طب انا فين بقى كده الويب سبلايس اللي انت عامله؟ تعملهم لي بليتتين. فلما تعملهم دوت كده فهمت ان ده بليت حته واحده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
طيب موضوع بقى الايدج ديستانس ازاي نحسبها والكلام ده، انت اوريدي اصلا بتعرف طول البليد ده. طيب نغششكم بسرعه كده ازاي اجيب طول البليد ده. انت بتجيب طول البليد ده ازاي؟ انت معاك اوريدي الاتش ويب كلها، يعني انت شوف الاتش ويب اللي هي من الفلانج دي للفلانج دي قد ايه، واطرح منها مين؟ اطرح منها تخانه البليد اللي هو اللي تحت الفلانج دي، وتخانه البليد ده ناقص سنتي كمان مثلا وسنتي من فوق هنا، بحيث انك تحصل على كليرنس ما تلزقليش الحديد كله في بعض. هيتبقى لك الرقم ده، الرقم دوت اقسمه على 4 الفاي. انت هتفترض ان البيتش ديستانس ب 4 الفاي، هيطلع مثلا 32 مسمار ونص. عادي عايز تقربه للاكبر مفيش مشكله، غالبا هيفضل تقربه للاصغر، يعني خليه 32 ايه مسمار. يبقى انا كده هاجي هقربه لاقرب رقم. طب لما انا قربته عايز اجيب الاكزاكت، هاجي اقول بقى ان البيتش الجديده هي عباره عن ايه، هو الطول اللي احنا لسه حسبناه ده اللي قلنا عليه على ال 32 مسمار بعد ما قربنا الفاليو الجديده بتاعته، هيطلع الرقم ده برقم فلاني. الرقم الفلاني ده هتبتدي ايه ترسم بيه الاي، بتبقى نص البي دوت، هتلاقي ان هي محققه موضوع الاثنين الدي اللي احنا كنا بنشيك عليها في الاخر. تمام، فدي حاجه كده سريعا، وكده كده زي ما قلنا هنوضح الكلام ده اكتر في الحته بتاعت واحنا بنشرح السبلايس يعني. تمام، فطبعا دي اكتر حاجه متعبه السبلايس في رسم مسامرها. طيب كده احنا عملناها في الاليفيجن بالمره، تعالوا كده نشوف لو هنرسمها تحت في البلان. هنيجي نعمل اول حاجه طبعا الويب ده اللي احنا كنا رسمينه هنقلله، هنيجي هنا نفصله برضو، هنيجي نقول هنا لحد هنا بس الويب بتاعنا، بعد كده نجيب ويب جديد ويبقى في فيصل ما بينهم كده، ده الويب بتاع الكاميرا الجديده. حتى الخط اللي هو الفيصل ده ما بين في ايه معلق ليه، ماشي اهو، ده خط، ماشي انا اللي فاهم غلط. هنيجي هنا كده اهو نعمل خط الفيصل ما بين الفلانج، يعني حتى هتيجي قص الفلانجه بتاعتك خطين كده زي ما قصينا اللي فوق كده اهو، ده القطاع ده لوحده وده القطاع لوحده، فحتى نيجي نمسح ده خالص كده ونيجي ايه نعمل الخطوط الجديده دي، يبقى دي فلانج لوحدها بالويب بتاعه ودي فلانج بالويب بتاعتها لوحدها. طب هنجمع الكلام ده ازاي بقى؟ تلاقي اسقاط بقى البليت دي، البليت مثلا بتاع الويب سبلايس، تعالى ايه اسقطه عادي خالص ده باللون الازرق اهو، ماشي عشان بس يرجع للديفولت. ادينا بنستمتع بتجربه التول بار بتاعتنا دي، ماشي ادي اهو ده اسقاط الويب سبلايس وده الويب سبلايس، طبعا هما من ناحيتين بالشكل ده. طبعا هنا عشان بس ما تلخبطش نفسك امسح الاستيفنر ده دلوقتي، يعني في خط استيفنر احمر ده امسحه، ده هنتكلم ازاي نوصلها بعد شويه. طيب بعد كده حط الثلاث مسامير اللي احنا شايفينهم في البلان فوق دول او في الاليفيجن، وحط الثلاث مسامير التانيين. طيب مين البليت التاني اللي هشوفه؟ ما انا لو قاطع برضو طبعا مش هبقى شايفينه قوي، بس برضو يفضل ترسمه اللي هو البليت اللي جوه ده. فتيجي تلاقي ايه البليت دوت اصلا بيبقى ابعاده اصغر شويه لان هو بيبقى هنا كده، طبعا اسقاط باص شويه عندنا، بس ايه نعتبر ده كده البليت اللي هيبقى فوق والبليت اللي في الفلانج التحتانيه او نفس هي نفس الليفل يعني. عموما تقعد ترسم ايه برضو المسامير بتاعتك فيها بالشكل ده، اقعد تسلوا انتوا ايه بقى زودوا المسامير بتاعتهم. طبعا الغلطه برضو اللي الناس هتنساها في الامتحان هيسيب دول سوليد، لا خلي بالك السوليد بقى خلاص هيبقى في النص هنا لحد بدايه البليت ده ولحد البليت ده بالشكل ده، وبعد كده حول الخطوط دي في الحته دي ايه دوتد لاين كده وده دوتد لاين كده وده دوتد وده دوتد بالشكل ده. تمام، واقعد بقى زود المسامير بتاعتك زي ما انت عايز تزودها. تمام، يبقى احنا كده عملنا ايه، رسمنا السبلايس في الاليفيجن ورسمناها في البلان. طيب هيجي واحد يقول لي يا باشمهندس طب انا عندي ستيفنر هنا وقف انا عايز اكمله، هاجي اكمله ازاي؟ غالبا ساعات بيستغنوا عنه خالص لو هو هيعمل لهم مشكله، لان هو هيعمل مشكله هيتعارض مع السبلايس ده، يا اما ساعات بيعملوا ايه بيعملوا زي اوفرلاب، يعني ايه بيجي كده تلاقي بيقوم حاطط حته بليت صغير هنا اللي هو يقدر يكفي بيه، وفي بليت اوريدي جاي ايه من هنا كده. طيب هو عايز يعمل اوفرلاب بيجيب بليت اكسترنال خالص، يعني بليت اي بليت تاني من بره كده، ويجي يعمل ايه اوفرلاب من بره حاجه كده ايه، عمل سبلايس كمان للهوريزونتال ستيفنر حاجه كده. طبعا الستيفنر دوت ممكن يعمل مشكله ان هو يخبط في المسامير اللي هي مرسومه كروس دي، فبيخرجوه لبره شويه، يا اما لو هو مش مستدعيه قوي بيقوموا شايلينه خالص، لان كده كده برضو لو فكرت فيها احنا بنحط الهوريزونتال سبلايس ده عشان يمسك الويب بتاع العمود الويب بتاع المين جردر،
انت اوريدي مش خايف قوي من الحته دي قوي ليه؟ لان انت عندك التخانه بتاعت الويب بقت 3. ليه؟ لان انت عندك تخانه الويب زائد البليت اللي انت حاطه من قدامها زائد البليت اللي انت حاطه من ورا، فموضوع الباكلينج هنا مش هيبقى كريتيكال طبعا زي الباكلينج اللي هنا او هنا، لان هنا التي ويب لوحده. فالحته ديت ممكن كان بي ايه نيجليكتد ان احنا نشيل اصلا الاستيفنر ده خالص، ما نعتمدش عليه. تمام ماشي. طيب عشان نخلص التو فيوز دول، في شويه حاجات بقى بسيطه ناقصانا، تعالوا نتكلم فيهم بقى في ايه، في الوقت اللي هو عندنا ده دلوقتي. ننسح بقى الحاجات دي كده، عايزين نبتدي نرسم شويه حاجات في البلان اكتر. طيب هنيجي نرسم ايه؟ هنسقط اماكن الكروس جيردر. تعالى كده عند الكروس جيردر بتاعتك دي وشوف الكروس جيردر بتاعتك ايه، اسقط الابعاد بتاعتها. طبعا هي عباره عن خطين زي ما يجوا ابعادهم كده بالشكل ده. طيب الخطين دول لو انا قاطع في الليفل ده، فانا ممكن اشوف في التخانه بتاعت الويب اوريدي ايه سوليد لاين، فحتى ممكن ايه اخليها بلاك اهي وبلاك اهي، اكننا قاطعين في الويب بتاع الكروس جيردر، وده الويب بتاع الكروس جيردر. طيب بعد كده، بعد كده الكلام ده هيتربط ازاي؟ ما انا عايز اربط الكروس جيردر مع حرف التي سيكشن اللي احنا مطلعينه ده. فبنجيب بليت زي بقى بتاع بليت عادي اسمه اند بليت كونكشن، يمكن هتلاقوها في المحاضره بتاع الدكتور اللي شرح فيها الريجيد كونكشنز بتاع الثالثه بقى والكورس ستيل 1. الكلام ده هتيجي تلاقي بيحطوا بليت الاول اسمه اند بليت. تمام البليت دوت بيبقى غالبا نفس السيكنس بتاعت التي 2 اللي احنا مطلعينها هنا. وعندنا مشكله، في ناس لما تيجي ترسم الفلانجه بتاعت الاتش اي بي او الفلانجه بتاعت الكروس جيردر بتلاقي اعرض من البي 2، فبنضطر نعمل هنا ايه، نتحايل على الموضوع ونعمل كرتلمنت بسيطه كده، تلاقي ايه نقوم موقفين ده كده شويه ونعمل كرتلمنت في الحته اللي اتبقت دي كده. طبعا مفيش خوف من الكرتلمنت دي قوي، لان هنا المومنت تقريبا اصلا بزيرو لان هي سيمبل بيم، فمفيش اي مشكله ان الكروس جيردر عند السبورت نعمل فيها كرتلمنت عشان نتحول من العرض الكبير للعرض الصغير بتاع البي 2. وبعد كده بنعمل ايه؟ بنربط الكلام ده ايه بشويه مسامير. تمام يبقى ده شكل الكونكشن. طبعا هنا عشان احنا قاطعين فممكن كمان تعمل هاتش للبليت اللي احنا زودناه ده في الجزئيه دي. طيب لو انت الكوبري بتاعك يا باشمهندس ديك بريدج، هل تفتكر في كمان كاميرا كروس جيردر داخله من هنا لو انت عندك في سايد ووك، ولا الكروس جيردر بيتبان من ناحيه واحده؟ معايا ولا رحت فين؟ لو في كانتليفر كروس جيردر يا باشمهندس هيبان المفروض. بالظبط. طب لو انت كوبري الكوبري بتاعك بوني بريدج، هل ينفع حد يرسم كروس جيردر من هنا؟ لا، لانه ابعد حاجه هي المين جيردر، يعني مفيش بعدها. بالظبط. خلي بالكم زي ما انتم كده راسمين في فاكرين بلان بتاع الديك والبوني، كنا بنيجي نرسم هنا السترينجر بتاعت الرصيف بره، حتى كنا ايه بنقعد نقسم هنا السترينجر وبعد كده نعمل الكي جوه هنا. اما لو الواحد الكوبري بتاعه كان بوني بريدج، لا فهو ما عندوش حاجه بتخرج بره الخط ده، فالكروس جيردر اخرها ايه هنا. فدي من الحاجات الغلطات اللي الناس ما تاخدش بالها، ان هو مثلا يخش يفتح المحاضره يلاقي ان الدكتور راسم على طول من فوق ومن تحت. ليه؟ لان الدكتور في المحاضره شارح الديك بريدج، ما جابش سيره البوني بريدج. طبعا البوني بريدج لا، خلي بالك البوني بريدج بيبان من جوه بس، ما بيبانش من بره. امتى يبان من بره؟ لو انت ديك بريدج وعندك كمان سايد ووك اكبر من متر ونص زي ما احنا قلنا بنطلع لها كانتليفر كروس جيرد، فمحدش يزود الناحيه الثانيه الا لما يتاكد ان هو عنده ايه. حتى هكتب لك اهو، لو عندك سايد ووك ارسمها ايه تاني من فوق، ارسم نفس الكونكشن دي بس من الناحيه دي. لو ما عندكش سايد ووك خلاص اطرح الكلام ده. سايد ووك وبين قوسين ايه ديك بريدج، يعني ما حدش بس يقول لي يا باشمهندس احنا اكيد في البوني بريدج في سايد ووك. لا، لو هو سايد ووك وفي ايه ديك بريدج. طيب نفس الكلام ده هنعمله هنا، هتيجي تحط البليت بتاعك اليتيم ده عشان تلاقي تربط فيه المسامير، وتيجي تعمل الكرتلمنت البسيطه دي وتكمل الفلانجه بتاعتك دي وتعمل ايه المسمارين دول. طب الكلام دوت يبان؟ اه يطلع يبان هنا. طب هيبان ازاي؟ البليت الازرق اللي احنا حاطينه ده يا باشمهندس هاجي ارسمه قدامكم اهو بالالوان، يعني هخليه ازرق زيه اهو، هاجي كده قد على اهو، هاجي احط بليت بالظبط على قد عرض البي 2، يعني شايفين البليت ده اهو بيبتدي من في ظهر الكروس جيردر وينتهي مع الكروس جيردر كده، وساعات بنكبره شويه عشان ايه يتلحم بس ولا حاجه. تمام يبقى ده البليت، البليت ده هنحطه هنا كده ونحطه عند في ظهر الكروس جيردر عند البوزيشن الثاني بتاع السبلايز ده. تمام. طيب هتيجي تقول لي يا باشمهندس ليه هنا مترطفه؟ زي ما احنا بقول لك هي مترطفه بس قبل الكونكشن، بعد عند البوزيشن بتاع الكونكشن هتلاقي الاي سيكشن بالظبط قد البي 2، فعادي ممكن تسيبها. في ناس بتتضايق من شكلها
فتخليها على قد بالظبط البليت، مش مشكله ديت. يعني اللي هيعتبرها كده هنعتبره ان هو قاطع بالظبط عند الاند بليت، اللي هيعتبرها راسمها كده كانه قاطع في مكان بعيد شويه عن الاند بليت، فهو شايف الاند بليت برضو بس شايف الكروس جردر مترطفه بره الاند بليت اللي احنا رسمناه باللون الازرق ده. طيب بعد كده، بعد كده زود ايه بقى؟ مساميرك بقى اللي هي شبه ايه، اي مسامير كده تربط الكلام ده بده، طبعا مش علينا الديزاين بتاعها بس ايه ترسمها برضو المسامير بالمنطق. ما حدش يرسم لي 80 مسمار، ما حدش يرسم لي 10 مسامير او 5، زي ما انت عارفين الايدج والبيتش ديستانس، حاول ترص ايه كم مسمار في الحته اللي هي ايه ديت، تمام بالشكل ده. يبقى كده احنا ايه ربطنا كروس جردر. الاول كان هيبص يقول لك والله اتفضل. كنت عايز بس على حاجه، هو حضرتك ليه ما فهمتش الجزء بتاع كروس جردر ده ليه بيبقى زي قصصها كده يعني عند السكشن اللي هو داخل في البليت، يعني ليه بيقلل علشان الفلانج بتاعها؟ عشان الفلانج بارزه بره البليت. يعني انت لو كملتها، يعني بص لو انا عملت زوم هعمل لك زوم على الحته دي، ده كده التي سكشن اللي طالع من الاستيفنر. الاتش اي بي بتاعك لو انت عامل الكاميرا دي اتش اي بي هتلاقي الفلانجات عامله كده، او حتى عاملها بلت اب سكشن هتلاقي كده. طيب انا في الاخر لما اجي احط البليت، البليت هيبقى على قد ايه عرض دي، علشان انا دي اللي هتربط بيها بالمسامير بتاعتي، فهيبقى شكلها بايخ قوي لو انت سبتها كده. ساعات بيكبر البليت على قدها بس البليت ده كله ايه في الهوا. يعني السكشن ده مثلا عنده ماكسيمم شير، المفروض الكروس جردر جاي عليه ماكسيمم شير مثلا، فهل كده هو ثانيه بس قبل ما نتكلم ماكسيمم شير سوري انت عملت كرتلمنت فين في الفلانج؟ الفلانج اصلا اوريدي انت عندك المومنت هنا بزيرو، مش انت لو رجعت كده لرسمه البيندنج بتاع الكروس جردر هتلاقي الماكسيمم مومنت في نص الكلام وعند السبورت والسبورت بزيرو، فاحنا مش خايفين خالص. انت حتى لو لغيت الفلانج كلها مثلا يعني افتراضا برضو ما فيش خوف من حاجه، لان ما عندناش هنا اصلا ايه اي مومنت، فسواء بقى عملتها كده فاحنا بنقوم عاملين الكرتلمنت ان هو ايه يبقوا قد بعض عند البراكت. في ساعات الناس بتريح دماغها وكبر البي 2 ده شويه، بدل ما هو كان على الصغير ده يقوم مخلي البي 2 قد ايه البي بتاعت الكروس جردر. بس دي تفاصيل ما تتعبكش في الامتحان، سواء عملتها كده او كده مش ديت الحاجه الصعبه اللي احنا بنبقى مستنيينها منك او نحاسبك عليها قوي يعني. فسواء كده او كده الموضوع زي ما انت شايفه فري، لا براحتك يعني. في حاجه ثانيه يا باشمهندس مش فاهمها، لو انا بقى عندي ما عنديش بريسنج للسيستم بتاعي ده، عندي براكت يو براكت، فساعتها بقى لو يو فريم، ساعتها بقى ده يعني تفاصيله مع الاستيفنر هتبقى عامله ازاي؟ وبرده هو مش في كلام يعني، انت اليو فريم اللي احنا بنعمله دوت هو نفس التي سيكشن ده، هو هيبان بنفس السيكشن. ما هو اليو فريم دوت بيبقوا التي سيكشن وتي سيكشن، بس في فكره في ناحيه بتبقى كام بقى فاكر، احنا يمكن دي هنقولها واحنا شغالين في الكروس سيكشن اكتر. يعني احنا واحنا بنيجي نرسم بقى اليو فريم في ناحيه ثابته اللي هي التي سيكشن، الناحيه الثانيه بقى هتبقى كبيره، هتلاقي هنا 60 سم اللي كنا بنقول عليها فاكرها، وبعد كده تقل لايه ل 15 سم مثلا. فانت هتلاقي مفروض التي سيكشن وانت راسمها في البلان هنا مثلا تبقى ايه اكبر بكتير من اللي ايه من اللي ورا، ده الفرق البسيط بس. طيب ساعات في ناس بتتحايل على الموضوع يقول لك يا باشمهندس انا انا عارف انت بتقول كل الكلام ده، بس انا بعتبر نفسي ساعات قاطع فوق هنا عند الحته اللي الاثنين التي قد بعض، ففي ناس بتهرب، في ناس يقول لك لا بس الصح طبعا عشان احنا قاطعين عند كروس جردر، فانت لو قطعت عند كروس جردر يفضل ان التي سيكشن اللي عند اللي قبل دي هتفضل زي ما هي، اما التي سيكشن اللي هي ناحيه الكروس جردر اللي هي طلعت شويه لبره كده والكونكشن بدل ما كنا رابطينها جوه تطلع ايه لبره، فحاجه بسيطه جدا هتختلف في الرسم بس برضه عادي. طيب والبراكت ده باشمهندس ينفع اعمله هعمله عند البيلنج بس، ولا ينفع اعمله بقى يبقى السيستم كله فيرتيكال ستيفنرز عند كل كروس جيردر؟ يعني هتحطه هنا وهتحطه عند كروس جيردر ده، عند اي بوزيشن في كروس جيردر داخله بيلنج ستيفنر بس مش اكتر، هو بيبقى مكان البيرنج ستيفنر وبيشتغل زي البيرنج ستيفنر عند السبورتات وعند الكروس جردر، لكن في النص احط فيرتيكال ستيفنر عادي. ما لهاش علاقه الكوبري بوني او ديك او انت عامله بريسنج ولا عامله بالظبط، يعني زي ما انت بتقول عند الانترميديت كروس جردر وعند الاند بيرنج بتاعنا بالظبط هيبقى الشكل ده. تمام ماشي تمام شكرا. العفو يا شمس. طيب تعالوا بقى نقول الحاجات البسيطه اللي ناقصه في البلان، هو فاضل لنا حاجه واحده بس في البلان والاليفيجن، عن طريقه كده يبقى احنا نقدر نقول خلصنا الاليفيجن والبلان المطلوب مننا. طيب ايه اللي ناقصنا؟ انديكيشن البريسنج. احنا طبعا زي ما انتم عارفين
في جزء بريسنج. احنا كنا واحنا راسمين البلان دوت في اللاي اوت بتاعنا، كنا قايلين للدكتور والله في كروس جيردر كده وفي شويه سترينجرز متقاطعه معاها، يمكن احنا هنرحمكم عشان نرسم، مش هنخليكم ترسموا السترينجر في البلان، عايزين بعد كده نرسم ايه حرف الكي ده. مش كنا راسمين حرف الكي كده؟ طيب الكي دوت هيبان، اه هيبان، يعني انت لو جيت تقاطعت مع ده، احنا راسمين اوريدي ايه دلوقتي، راسمين الخط ده اللي هو المين جيردر، والخط ده بيمثل مين؟ الكروس جيردرز اللي هم الرأسيين دول. يبقى ناقص بس اعمل انديكيشن هنا ان في حاجه داخله كده بريسنج عندنا. المكان البريسنج دوت زي ما احنا قلنا هو في البوتوم فلانج بتاع الكروس جيردر. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هاجي كده اعمل ايه لنفسي؟ حاجه كده انديكيشن بس. حاجه بس بسيطه لحد ما نصمم زي ما احنا اتفقنا ايه بقى؟ البريسنج، ونعرف هيتصمم ازاي يعني. خليها بس الاسبوع ده كده نعمله انديكيشن مش اكتر. تمام؟ طيب الممبر دوت هنربطه ازاي؟ انت عارف بقى دوت بقى زي تالتة مدني او ستيل 1 اللي انتوا عارفينه. انت كنت بتيجي تعمل الانجل بتاعتك، الانجل بتاعتك بتبان ثلاث خطوط بالشكل ده. الانجل ديت غالبا بتبقى دبل انجل، بس دبل انجل مقلوبه، يعني الانجل الثانيه احنا مش شايفينها، هي داخله لجوه الرسمه بتاعتنا. طيب الراجل بيربط الكلام ده ازاي بالفلانج؟ بتيجي تحط مثلا نعمل اسيوم بثلاث مسامير او اربع مسامير زي ما احنا عايزين، ونيجي بعد كده ايه نحط نهايه الجاست بليت، وبعد كده الجاست بليت ده نطلع هنا بزاويه ونطلع هنا بزاويه، ونعمله ايه نثبته في البوتوم بتاع الاي سيكشن ده. يعني بيبقى بليت كده متثبت في البوتوم بتاعه الكروس جير ده. يعني نلاقي ايه كده في بليت الراجل دوت، مش دي اي سيكشن كده في الحقيقه، يعني احنا الكروس جير ده دي اي سيكشن كده. البليت ده بيتثبت ازاي يا شانسين؟ بنجيب بليت من تحت كده، الراجل يحطه لنا طالع من تحت كده ومربوط ملحوم، طبعا مش مربوط، مفيش حاجه اسمها مربوط، في الفلانج اللي تحت دي، يعني متثبت في البوتوم من تحت كده زي ايه؟ يسموه لاتش كده من تحت بس معمول لحام يعني. تمام؟ طيب الكلام ده يبان ازاي؟ الكلام ده بقى ينفي البلان. طيب هيبان ازاي فوق في الاليفيجن بتاعنا؟ شايفين البليت الازرق اللي رسمناه ده؟ هو ده اللي هيبان، بس طبعا مش هنبين الممبر المايل ده، صعب نبينه. فبنيجي كده نعمل ايه للدكتور في الامتحان، نعمله حتى باللون الاخضر ولا حاجه عشان يبقى باين. تيجي تحت شايف الفلانجه السوداء اللي انت عاملها ديت، تعالى كده اعمل خطين، خط كده طالع زي الكانتليفر وخط ايه كده لحد هنا. طيب الخط دوت اسقاط ايه؟ شايف كده ابعد نقطه هنا واقل نقطه دي، هو ده الحدود بتاعتك اللي هي الخط ده للخط ده. ده ايه؟ حتى ممكن تيجي تشاور للدكتور تقول له ده جاست بليت 10 مللي، ده اللي هيجي يتثبت فيه بعد كده اللور بريسنج، الابر بريسنج عندنا في الكوبري بتاع الدك. تمام؟ فحاجه كده ايه بسيطه. طبعا ما فيش هنا عندنا حدش يجي بقى يحط هنا بقى كمان جاست بليت بقى يحسها بقى حاجه حلوه كده يقعد يرسم لنا جاست بليت في كل مكان. لا انت خلي بالك انك هنا ما بيبقاش فيه اي بريسنج، لا البريسنج بيبتدي من اول واحد كروس جيردر، لان انت عاملها كي شيب، فالكي عمرك ما هتلاقي هنا فيه بريسنج طالع. طبعا لو انت كنت عاملها اكس، لا الاكس هيبقى فيه هنا طبعا جاست بليت وهيبقى هنا فيه جاست، فعلى حسب الكونفيجريشن اللي انت راسمها في اللي اوت. تمام؟ يبقى انا كده اقدر اقول ان الاليفيجن رسمنا فيه كل اللي احنا عايزينه، البلان وضحنا فيه كل اللي احنا عايزينه. تمام؟ ده اكتر حاجتين بيبقى فيهم كل التفاصيل اللي احنا صممناهم خلال الكورس بتاعنا اللي هو البليد جيردر. طيب ايه اللي ناقص عندنا؟ ناقص الكروس سيكشنز. عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ يا باشمهندس عندي سؤال بس. اتفضل. لو عندي كفر بليت البي بتاعته اكبر من بي الفلانج، تمام، هيبان ازاي؟ او حتى لو بي صغيره. طب ماشي، هو كده كده خلي بالك الكفر بليت دوت مش هيمتد لحد الكونكشن بتاعتنا، لان هو هيكون الماونت بزيرو، فانت ممكن تعمل له توقفه من بدري، يعني تعمل له كرتلمنت. ماشي. يعني هو هنا بعد كده بقى لو قعدنا نزلنا شويه كده بقى وجينا عند نص الكاميرا هتلاقي بقى البليت طالع عادي كده، مش مشكله، مفيش مشكله، والراجل هيلحم زي ما قلنا، بدل ما يلحم هيلحم من تحت هنا اللي هو الطول ده اللي جوه ده. طبعا لما بتستخدم كفر بليت في الكروس جيردر بتبقى حل مش ايكونوميك، يبقى انت الاحسن وانت بترسم ترسم الحل بتاع المين اللي هو عملناها بيلت اب سيكشن، يعني بيلت اب سيكشن هيبقى اخف. فمحدش هتلاقي بيعمل كروس جيردر اتش اي بي 1000 ويحط فيها كفر بليت، ده هيبقى ايه حاجات اوزان ثقيله جدا على الكوبري. فتفصيله الكفر بليت هنا زي انا فاهم قصدك، يعني لو انت عندك اي سيكشن كده عادي مفيش مشكله وحطيت كفر بليت بارز شويه عشان يجيب لك الاس اكس اللي انت عايزها، الراجل هيلحم من هنا، فانت وانت باصص از بلان فيو هتلاقي خطين بره كده، وخط دول بقى المفروض يبانوا ايه عندك اللي هم خطات الخطوط الاربعه دول كلهم هيبانوا دوتد لاين. بس اكيد لما تيجي عند السبورت انت كده كده المونت بزيرو،
فهتكون اوريدي وقفت الكفر بليد ده، مش هتستنى لحد ما تخش على الكونكشن عشان توقفه يعني، فمش هيأثر قوي في الرسمه بتاعتك. تمام ماشي. اخر حاجه عندنا بقى هنتكلم على ثلاث كروس سيكشنز. كروس سيكشنز اللي احنا طالبينها كروس سيكشن عند الاستيفنر ده، شايفين الاستيفنر اللي احنا رسمينه ده، ده كروس سيكشن 1. كروس سيكشن الثاني عند الاستيفنر ده، تعالى كده اقطع في الاستيفنرز دي ورينا، هنشوف شكل قصدي السبلايز دي، وتعالى نشوف هنشوف فيها ايه. الكروس سيكشن الثالث وهو اللي عند الاساس بتاع الكوبري اللي شايل الكوبري كله، اللي هو ايه اول واحد خالص اللي عنده الكروس جيردر بتاعنا والبيرنج سبورت والكلام ده. طيب تعالوا كده نشوف سلايد جديده كده نرسم الكلام ده. طيب نبتدي بالكروس سيكشن الاولاني. احنا قبل ما نرسم الكروس سيكشن انا ممكن اعمل ايه الثلاثه جنب بعض دلوقتي بسرعه في ادي الفلانج ادي الويب. طبعا انا مهشر ليه؟ عشان احنا قاطعين في قاطعين فيهم كلهم، فاحنا انت هتلاقي بقى الابعاد طبعا الفلانج عشان تبقى شكلها واقعي، الويب بيبقى رفيع شويه. وناخد دي تاني نحطها تحت عشان نحافظ على شكل الرسم. ده كده كروس سيكشن سيكشن 1، وعايزين نرسم كروس سيكشن لسيكشن 2 جنبه هنا كده. دول مش هياخدوا منكم وقت، وده مش هيفرق يعني، اللي انا هرسمه في سيكشن 1 و2 مش هيفرق الكوبري بني ولا ديك. التالت بقى هو اللي هيفرق، ده اللي احنا هنتكلم عنه، ده خليه لوحده على جنب دلوقتي. طيب كروس سيكشن 1 سهل، هتيجي ترسم ايه؟ عايزين نشوف الاستيفنر اللي انت حطيته ده. طيب الاستيفنر دوت على حسب انت سنجل او دبل، لو انت سنجل هيبان من ناحيه، لو دبل زي ما قلنا هيبان من ناحيتين، فانت تيجي ايه ترسم لنا الاستيفنر ده. يمكن احنا حتى رسمناه واحنا بنشرح الاستيفنرز قبل كده، فهو شكله مش هيبقى جديد علينا دلوقتي. يعني لو جينا هنا كده رسمناه، هتيجي ترسم ايه؟ هتيجي ترسم استيفنر. الاستيفنر ده زي ما قلنا مش هيكمل للتنشن فلانج، لا بنيجي نوقفه كده قبلها بشويه ونعمل فيه هونش صغير كده، وبعد كده ايه نوقف كده، والراجل بعد كده ايه يقوم جاي هنا لحمه، وبعد كده عشان اللحام اللي هنا بنعمل فيه زي شنفر ونوقف الكلام ده. نفس الكلام في النص اليمين ده لو انت سنجل. طب لو انت دبل الاستيفنر بتاعتك هتبقى بالشكل اللي احنا بنعمله ده. فمسقط كده ايه سهل جدا. ايه اللي احنا عايزين نستفاده من المسقط ده؟ ليه بنطلبه منك؟ عشان ناكد على معلومه ان ما حدش يلحم اي استيفنر فين؟ في التنشن فلان. تيجي تقول للدكتور ده سيكشن ايه 1 1، طبعا علامه اللحام يبقى كويس جدا. تيجي تقول له ده ملحوم شويه دايمنشنز، طبعا بالمره وانت قاطع اكيد هتشوف الهوريزونتال استيفنر، فما تخسرش درجات وتعمل ما تنساش تعمل لا اعمله برده ايه وهشره عشان انت هتبقى قاطع فيه. طيب بالنسبه للاستيفنرز السبلايسز، السبلايسز بقى هيبان بقى الكروس سيكشن الثالث، لان السبلايسز ليها ثلاثه فيو، ده الفيو الثالث بتاعها. الفيو الثالث هيبقى ازاي؟ هتيجي تحط البليت اللي احنا حاطينه من فوق ده اللي كنا، هتيجي البليت اللي احنا حطيناه من فوق بتاع السبلايس، وبنحط تو بليتس زي ما احنا قلنا ايه من تحت. طبعا مش هينفع يبقى بليت واحد عشان هيخبط في الويب بتاعنا، فبنحط نص يمين ونص شمال. نفس الكلام اللي هنعمله ده هنعمله من تحت، ده الفلانج سبلايس. البليتس ديت ليها ديزاين طبعا، وبنجيبها عن طريق معادله كده، او مش عن طريق معادله، بنساوي اريا باريا. فاسهل حاجه ازاي تجيب ابعاد البليت دي ما فيهاش مشكله، المشكله كلها تقريبا بالنسبه لكم هي مسامير الويب كمان مش مسامير الفلانج، دي بتبقى اكبر مشكله بتقابلكم ساعات وانتم بتحلوا. وده الويب سبلايس يمين وده شمال. بعد كده بقى ابتدي ايه حط المسامير بتاعتك. مثلا ممكن في ناس تلاقي حاطه ثلاثه، في واحد حاطط اربعه، بنحط على اساس ايه برضو الايدج والبيتش ديستنس، ان هي تحقق الريكويرمنت اللي انتم عارفينها من قبل كده، ما ينفعش تقل عن المينيمم ولا ينفع تزيد عن الماكسيمم بتاعت الايدج والبيتش ديستنس. طيب وبالنسبه للويب تقعد بقى ترص ايه تتسلى ايه بقى في الامتحان ايه؟ يمكن دول ارحم بشويه بكتير من الاليفيجن. الاليفيجن انت بترسم كل صف هنا على الاقل بترسم ايه رو واحد، فبيبقى تقريبا اقل بالضعف او اكتر يعني. والتلات مسامير هنا فديت السكشن الثاني، هتيجي تقول ده سكشن 2 2 بتوضح فيه ابعاد البليتس وتوضح فيه ثاني الارينجمنت بتاعت البولت. طيب مين بقى السكشن الاساسي اللي هو هياخد مننا وقت؟ هو بقى سكشن 3 3. تمام؟ سكشن 3 3 ده هنرسمه مرتين، مره نعتبر ان الكوبري بتاعنا ديك بريدج، ومره نعتبره بوني بريدج، عشان يبقى احنا برضو ايه غطينا الجزئين. تمام؟ ممكن بقى عشان احنا على طول مدين ظالمين البوني بريدج، انا هبتدي بالبوني الاول، يعني هبتدي بالبوني الاول عشان ما تتعودوش على طول ان ايه الديك هو السهل، لا عايزين نشوف برضو البوني ازاي.
طيب انت هترسم الاي سيكشن ما فيهاش اي مشكله دي. طيب عايزين نبتدي نرسم بعد كده الكروس جيردر والستيفنرز والستيرنجرز وكل حاجه بقى ايه تبان في الكروس سيكشن بتاعنا. هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي اول حاجه نرسم الاند بيرنج اللي هم دول، شايفين دول، دول بالظبط. بس نخلي بالنا ان في الكوبري البوني بريدج التي سيكشن اللي فوق مش قد التي سيكشن اللي تحت. التي سيكشن اللي تحت كنا بنعمل لها اسيوم شويه امبيريكال دايمنشن، فهي دي النقطه اللي الناس بتنساها في الامتحان. تيجي كده اهو، تعالى ده النص بتاع الكوبري، يعني الناس ماشيه جوه هنا او العربيات ماشيه هنا، يبقى النص اليمين دوت هو اللي هيبقى خارج الكوبري، يبقى الاستيفنر بتاعي هنا اللي شمال البين جردر سهل ما فيهوش اي حاجه، هيبقى الخطين بتوعي ودول هتجيبهم من الرسمه بتاعتك. تمام. وطبعا في شنفر كده ايه وشنفر كده عشان اللحام، تفاصيل بسيطه. والمره ايه ممكن عشان ما ننساهوش بعد شويه نرسم الهوريزونتال ستيفنر والهوريزونتال ستيفنر اللي عند اتش على 5 بالشكل ده. طيب من ناحيه اليمين بقى، من ناحيه اليمين احنا قلنا ان بيبقى في حاجه اسمها براكت، البراكت دوت هو برده تي سيكشن بس ابعاده اكبر شويه من اللي احنا عاملين لها ديزاين. ليه؟ بنيجي هنا نقيس 60 سم زي ما قلنا تقريبا بيبقى 60 سم، ومن فوق بتاخد عادي العرض اللي انت كنت جايبه اللي هو البي تي اللي انت جايبه اوريدي من الديزاين بتاعك. يبقى انت هتيجي كده يا باشمهندس تشوف ابعاد الكروس جيردر، يعني قبل بس ما تعرف ال 60 سم ده تعالى ارسم الكروس جيردر على جنب هنا. هنيجي نرسم كده الكروس جيردر بلون مختلف حتى. تعالى كده البوتوم دوت، هتيجي هنا ايه ترسم الخط بتاع الفلانجه بتاعت البوتوم بتاعت الكروس جيردر، لازم على نفس الخط، والابر مثلا هنا طلعت، والتخانات بتاعت الفلانجه بتاعت الكروس جيردر اهي، وتخانه الكروس جيردر بالشكل ده. طيب بعد كده، بعد كده هنجيب اند بليت. احنا قلنا الكلام ده هيتربط ازاي، هيبقى في اند بليت، مش هينفع طبعا نربط، هيبقى في بليت كده في اخر الكاميرا دي ملحوم فيها. تمام. ونقف على كده. طيب بعدين نبتدي نرجع بقى للاستيفنر اللي احنا سبناه. الاستيفنر اللي احنا سبناه ده هنيجي نقول ايه، الراجل هيمشي كده، بص يا باشمهندس شوفوا اللي هرسم خط خطه، هيعمل شنفر كده وينزل بالبليت ده كده ويكسره هنا كده، وبعد كده ينزل افقي يجي عند وش البليت اللي احنا ايه هنيجي نعمل ده، بس بيقف قبليه بشويه. ليه؟ عشان في بليت تاني هنيجي يتضاف دلوقتي، وبعد كده يطلع راسي، يطلع راسي لحد ما يحقق الارتفاع الكروس جيردر، يعني ال 60 سم دي هتفضل ثابته لحد ما تعدي الكروس جيردر. بعد كده ايه اللي براحتك ليه الايه الطول الصغير ده، بعد كده يجي هنا كده، بعد كده يجي يعمل الشنفر بتاعه ويلحم البتاع ده، البليت الاولاني. تمام. البليت الثاني اللي هو هيجي بقى يلحمه، اللي هيعمل لك التي سيكشن، هيجي يعمل خط ثاني ايه جنبه كده اهو، هيجي يلحم بليت عمودي على ده ويجي يلحمه هنا كده بات ويلد ما بين ده وده، وبعد كده يكسر البليت ثاني عشان يلحمه، يعمل فلانجل ده كده ويجي ايه يوصل دي بدي. تمام. يبقى احنا كده حصلنا على شكل الاستيفنر بالمنطق بالطريقه اللي احنا ايه بنتكلم عنها بالشكل ده. طيب بعد كده خلاص سهل اجمع ايه بقى، احط البولتس بتاعتي اللي انا كنت راسمها في الاليفيجن، اجي ايه ارسمها تاني هنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب ايه اللي ناقص عندنا؟ علامه لحام مثلا هنا كده فيلت ويلد، علامه فيلت ويلد بالشكل ده. طيب اخر حاجه عندنا بعد كده كاميرا سترينجر. بالمره بقى نيجي نرسم هنا ايه السترينجر، للاسف مش واخده حقها خالص معانا في الديتيلز، فدي الحته الوحيده اللي هتبان فيها ايه السترينجر بتاعتك، وتعمل لها هاتش كده بالانجل بتاعتها لو فاكرين صممناها، فصممناها خالص في اول الترم تقريبا ثالث سيكشن في عندنا كان فيه كده كونكشن يتيمه صممناها، هي دي الكونكشن الوحيده اللي صممناها اصلا هي والسبلايس، ما عملناش غيرهم. وتشوف بقى انت كنت مصممها ازاي، وحط الاستيفنر، ساعات بنحط الاستيفنر تحتها، انت حط الاستيفنر ده لو الكروس جيردر زادت عن متر، في ناس طبعا الكروس جيردر ما زادتش عن متر مش هيحط الاستيفنر اللي تحتها ده. طيب بعد كده بالمره بقى ارسم بلاطه الخرسان، تعالى نعمل له انديكيشن كده ايه ان في بلاطه خرسانه زي ما احنا عارفين بيبقى فيه هونش كده وماشي هي ايه بعد كده ايه بالشكل ده. طيب عايزين نعمل الدروب بتاع الرصيف، انا بس هرسمها بسكيل اوفر شويه علشان ايه تبقى واضحه للناس كلها، وتيجي تعمل هنا الرصيف بتاعك، تنزل التخانه بتاعتك ترجع تاني وتوصل ما بين دي ودي وتعمل هاتش للجزئيه دي كلها. طيب الرصيف دوت هيتشال ازاي؟ هنا بنحط له سترينجر صغيره، شايفين السترينجر دي، بس ممكن تكون نفس القطاع ممكن تبقى اصغر لان هنا الاحمال بتبقى خف، دي شايله عربيات دي شايله رصيف، فبنيجي كده ايه ما تنساش ترسم اي سترينجر هنا صغيره عباره عن حرف سي مثلا ولا حاجه بالشكل ده.
والرصيف بيبقى مرايح عليه. طب السي داتا ايه، هتنقل الحمل ازاي، عن طريق ايه مثلا؟ لا لازم نحط لها ايه، استيفنر. شايفين الخطين بتوع اللي هم بتوع الكروس جيردر، بنكملهم هنا، بنحط استيفنر وراهم بحيث ان هو يحصل الشكل ده، يبقى هو مريح على الاستيفنر ده، والاستيفنر ده ينقل بعد كده للمين جيردر. ونفس الكلام ساعات بيحطوا استيفنر برضو ايه في الجزئيه اللي تحت، الخطين تحت هنا بالشكل ده. تمام، يبقى ده الشكل بتاع الكروس جيردر. الكروس سيكشن الثالث، لو الكوبري بتاعك ديك بريدج، هل في اي حد حاجه رسمتها مش واضحه له في الحته اللي الكروس ده؟ اتفضل. البراكت كده مش واخد من مساحه الرصيف يعني؟ طبعا لا، يعني انت لو ماشي على الطريق دوت، يعني انت لو في اي كوبري طلعته من النوع ده وانت ماشي، هتلاقي فعلا في حديد معارضه كل شويه كل شويه، انت ماشي كده عايز تبعد شويه علشان ايه، تفادي ده. زي ما احنا قلنا قبل كده ان الكوبري البوني بريدج لما بيتعمل غالبا بيبقاش الرصيف دوت حاجه اساسيه، مش مثلا الناس طالعه تتمشى او تشوف فيو، يعني غالبا لو هو عايز يوري الناس الفيو النيل المنظر طبيعي او اي حاجه، اكيد عمره ما هيفكر يعمل الكوبري بتاعه ايه، بوني بريدج. البوني بريدج ده ممكن يكون بس الرصيف ده في حاله الطوارئ، حاله في مشكله في الطريق، الناس عايزه حريقه، عربيه حصل فيها مشكله، عايزين يبقى في حاجه يجروا عليها او حاجه يمشوا عليها، بيبقى الرصيف ده، فيبقى ما فيش مشكله حتى لو في حاجات طالعه بسيطه كده. يعني هي حاجه تقريبا بنتكلم في رينج 50 سم، والرصيف ده ممكن يكون 2 متر، فهو عنده هنا متر ونص يمشي عليه ايه براحته. اوكي كده، اصلا المين جردر من الاول للاخر سادد الفيو خالص او سادد الرؤيه خالص، صح؟ بالظبط. على حسب بقى، لو هو لو المين جردر دي لبسها كتير والناس هنا الارتفاع هنا عالي، يعني ممكن يكون دي بس الحته البارزه دي نص متر، ممكن تكون متر، ممكن 2 متر، على حسب بقى ايه الدبس بتاع المين جيردر. فعشان كده غالبا بيبقاش عملي اكتر ان هو يتعمل في الحاجات اللي هي السياحيه شويه، او الحاجات اللي بتبص على فيوز انت عايز تعملها بعد كده حاجه للسياحه، يعني مش هيعملوا عمر الكوبري بوني بريدج في الكيس دي. تمام. طيب الكوبري، الدكتور ما جاب الناس بقى اللي هي الكوبري بتاعها، افتكر هيبقى اسهل بكتير من اللي احنا رسمناه ده. تمام، يعني نيجي نعمل كده اكستند تحت كده اهو، اكستند ثانيه اهي، كنترول في، تعالى اهي الكاميرا اهي بتاعتي. طيب انا هركز على مين؟ طبعا لو هو يو فريم، يعني برضو لو هو اي سيكشن كده هو ديك بريدج وفي يو فريم، هتعمل نفس اللي عملته ده بس تقلبها لي، يعني تخلي ال 60 سم دي من فوق وكل حاجه. لا انا هركز اكتر في الديك بريدج على الطيب الثالث اللي احنا ما بياخدش حقه خالص ده بقى، اللي هو ايه، بيبقى عندك كروس جيردر بس عندك تحت ايه هنا في بريسنج، لان الثاني الديك بريدج الثاني هو مقلوب ده، فمش محتاج ان احنا نقعد نعيد ونزيد فيه ثاني. خلينا ايه في الطيب الثاني ده، وهتلاقوا اصلا في المحاضره في رسم الديتيل للكوبري اللي هو اليو فريم انفرتد يو فريم، يعني فما تقلقوش من النقطه دي. طيب الكوبري اللي هو ديك بريدج بس فيه كروس فريم بريسنج، دي ما فيهوش مشكله، ده هتلاقي الاستيفنر اللي على يمينه زي شماله، لان انا مش عايز يو فريم دلوقتي، فانت هتيجي تحط البليد بتاعك ده عادي، وتيجي تحط الاند بيرنج استيفنر عادي خالص، وتيجي تعمل الشامفرز اللي احنا قلنا عليهم دي عشان ايه اللحام بالشكل ده. طيب بعد كده، بعد كده تعالى ارسم كاميرا الكروس جيردر. هنا بقى اول مشكله، تعالى كده نرسم كاميرا الكروس جيردر اهو بالشكل ده. طيب بعد بعد الكاميرا هيبقى عندنا برده كاميرا الكروس جيردر، بس طبعا كروس جيردر بتاعت السايد ووك، فتلاقي طولها اصغر شويه ولا حاجه، طبعا احنا ما بنعملهاش ثابته، بنعملها كمان ويز هونج، فانت حتى ممكن ايه تخلي الدبس ده نص الدبس ده، بحيث انك ايه تخلي الرسمه بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. طيب الكروس جيردر دي عايزين نربطها في الاستيفنر، ميزه اليو براكت بيبقى الاستيفنر خارج بره الزحمه ديت، وبنعرف نربط البليت بتاعنا. طب هنيجي هنا، طب انا عندي مشكله، انا البليت اللي هربطه في الاند بليت ده هيبقى ايه، مش عارف اخرجه لبره، يعني هاجي احطه كده هيخبط في الفلانج زي ما انتم شايفين كده، فبنيجي نعمل ايه، بنعمله على قد الحته دي بس، يعني يجي نقول للراجل والله صنعه لنا زي ما يجي، هو جه كده خلاص، يبقى انا هعمل الاند بليت بالشكل ده، واحط الناحيه الثانيه اند بليت بالشكل ده. تمام، بعد كده خلاص هقول للراجل مديلي الحمل بقى الكاميرا بتاعتك في البليت الاسود ده بالشكل. طب هنا بقى فوق انا مش هعرف الحم ده الكاميرا دي، فبيجي يعمل ايه، خلاص قص لي الفلانج واعملها لي بالشكل ده. حد هيجي يقول لي يا باشمهندس طب ما كده انا قطعت الفلانج، هل هنا كريتيك؟ اقول لك لا انا مش خايف من حاجه، ليه؟ لان الكاميرا دي اوريدي سيمبل بيم احنا مصممينها، فما فيش خوف ان انا اقطع الفلانج، فاقدر هنا بعد كده احط المسامير بتاعت اللي احنا كنا بنحطها ديت وبس كده. طيب تعالى بقى للكانتليفر، هل ينفع نعمل الحركه دي؟ لا
انت عندك مومنت هنا ده كانتليفر، ما ينفعش اجي اقول للراجل والله اعملها لي كده خلاص، لا لازم اتصرف. فانا مش عارف اكمل الفلانج بتاعتي لان الاستيفنر مستخبي جوه زي ما انتم شايفين كده، فمش عارف اطلع الاند بليت الاسود ده يبقى فول ديبس. نعمل ايه؟ جت فكره زي الكونتينوس بيم بقى اللي انتوا خدتوها في ستيل 1 لو انتوا فاكرينها، بنجيب بليت من فوق يربط الفلانج دي بالبليت الفلانج دي، يعني بليت كده كونتينوس. البليت دوت هدفه ايه؟ ان انا اكمل الفلانج اللي احنا قصيناها دي. نيجي نحط مثلا بالديزاين شوف كم مسمار محتاجه عشان ينقل الكومبوننت بتاعت المومنت ده. يبقى انا كده ايه؟ حصلت على المومنت كونكشن، انا مش خايف اكمل على الفلانج ده. فدي من الكونكشنز اللي الناس ساعات ايه بتغلط. طيب بعد كده خلاص، بعد كده الحاجات اللي ناقصه سهله جدا. انا عادي تعالى ارسم بقى الهورزونتال ستيفنر اللي هنا واعمل له هاتش، اعمل الهورزونتال ستيفنر، شويه علامات لحام زي ما اتفقنا. برده ما تنساش علامات لحام لان دي بلت اب سيكشن برده، يعني ايه بالشكل اللي احنا بنتكلم عنه. طب بالمره تعالى نرسم كاميره السترينجر اللي هنا اهي، تعالى ارسم كاميره السترينجر بالهاتش بتاعها وظل الكلام ده والانجل بتاعتها. طيب فوق الرصيف هنا بتتحط، ممكن نحطها برضو سي، عايز تحطها اي، ما عندناش اي مشكله. كل الحاجات دي هتعمل لها اسيوم لان انت ما صممتش غالبا السترينجر اللي هي عند طرف الكوبري ده. تيجي بعد كده تعمل البلاطه الخرسانه بتاعتك، الشكل ايه اللي انتوا شايفينه ده، وتعمل هاتش للجزئيه اللي انتوا عاملينها. يبقى ده كده البلاطه الخرسانه. اخر حاجه عندنا هنا البريسنج. احنا عندنا هنا بقى الناس عامله في، واللي عامل حرف الكي، واللي عامل اي حرف من الحروف اللي احنا اتفقنا عليها دي. نفس الكلام احنا هنصمم الممبرز دي، بس ممكن الاسبوع ده نعمل اسيوم للانجلز دي بس ايه لحد ما ايه نتكلم على الديزاين بتاع المره الجايه ان شاء الله. هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي نرسم انجل. الانجلز دي بس افرضوها كبيره، يعني انجلز ايه دبل انجل 80 90 حتى 90، دي صغيره لا خليك في ال 120 130 140. القطاعات بتاعه البريسنج غير بقى قطاعات الحاجات السمبل كنا بنصممها السنه اللي فاتت. وتعالى اعمل دبل انجل كده. طبعا الدبل انجل زي ما احنا متفقين بتبان باك تو باك، فمش هنشوف الانجل اللي في ظهرها. وارسم انديكيشن كده. الانديكيشن ده حط فيه مثلا ثلاث مسامير والجاست بليد بتاعك الحمو مع الكروس جيلدر. طبعا ما ينفعش تلحمه مع حاجتين، يعني يا اما هو يجي مع الكروس جيلدر يا اما يجي مع الاستيفنر، فما حدش يجي يحط الاستيفنر الاقيه لحمه هنا وهنا. طيب ساعات بيتحايلوا على الموضوع بيجيبوا بليت تاني، البليت تاني دوت يلحموه في البليت الاخضر ده ويقدر بعد كده يربط بمسمار مع ده، بحيث ان لو خرجت الكلام ده بره يا باشمهندسين هلاقيه كده. ده بليت كده بحيث ان انا اعرف اربط هنا والحم مع الكروس جيردر بتاعتي. تمام ماشي. بعد كده خط قطع. طيب احنا هنا برضو بيبقى عندنا لور بريسنج، خلاص طلع جاست بليت من اللور فلانج دي، غالبا بنعمله هنا بات ويلد. تمام. وبعد كده بنرسم انجل فوق الجاست بليت ده وانجل تحت الجاست بليت ده. الشكل ده طبعا معلش الشكل، انتوا هتلاقوا الرسمه اوريدي جيفن معاكم في الكلام، بس انتوا هتبقوا فهمتوا خلاص الدكتور راسم ايه. دول بيبقوا دبل انجل مقلوبين، يعني كده في الحقيقه ليه عاملينهم دبل انجل مقلوبين؟ عشان احنا بنبقى محتاجين دبس كبير اولا برضو عشان الباكلينج، وعلشان برضو الكود ليميتس بتاعت ال على دي. حتى هتلاقوها عندنا في الكباري بتبقى مش 60 بتبقى 40. فاكرين ال على دي بتاعت التنشن ممبر؟ هتلاقوها عندنا في البريسنج في الكباري بتبقى 40 مش 60، فبقى محتاج دبس كبير. فغالبا فكرنا ان احنا نقلب الانجل ديت عشان تقدر تشيل تمشي لينس كبير، لان انتوا لو فاكرين اللور بريسنج اللي انتوا راسمينه للكوبري ده كان بيبقى اطوال رهيبه بقى عاملين انتوا كده. شوف بقى الطول ده قد ايه، جرب كده تحسبه عندك في اللي اوت، هتلاقي مثلا بيوصل ل 5 و6 و7 متر. فطبعا 7 متر علشان تسيف ان ال عدي تطلع 40 محتاج الدبس ده يكبر جديد. فيكبر جدا ازاي؟ انك تخليهم دبل انجل مقلوبين بالشكل اللي هم عندك في الصوره دوت. تمام. يبقى دوت كده لو الرسمه بتاعتك بتتكلم على ديك بريدج ويز كروس فريم. طبعا لو احنا مدينا ده مع ده هيتقاطعوا ايه مع بعض، فانت ممكن تعمل جاست بليت، بس انت ممكن في الرسمه بتاعتك عشان كفايه الاليفيجن اللي احنا طالبينه منك
ممكن تعتبر انك قاصص قبل ما يتقاطعوا مع بعض. عايز تشوف التفصيلة هتلاقيها في المحاضرة، ما تفصيلتها سهلة يعني، تقاطع دبل انجل مع دبل انجل، فسهل تعمل اي قصد بليت وتربط الكلام ده ايه ببعض. تمام يا شانسين؟ يبقى كان الفكرة هنا ان احنا هنا رسمنا 3 فيوز. 3 فيو ده طبعا مش هي